بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة الثالثة من كورس سيمي كوندكتورز اند داي الكتريكس او اشباه الموصلات. هنشرح فيه ايه؟ المفروض ان انا شرحت معاك بارت 1 كاملا، شرحنا كل حاجة كانت موجودة في بارت 1 اللي كان بيتكلم عن السيمي كوندكتور في حالة الايكوليبريم او في حالة الاتزان، وشرحنا فيه باختصار شديد يعني ايه سيمي كوندكتور اصلا من البداية خالص، وازاي بنجيب التوزيع بتاع النقلات اللي جواها او الكاريرز اللي جواها، ازاي نجيب الكارير كونسنتريشنز واللي هي الان والبي، وازاي نجيبهم في حالات كتيره. وخدنا بقى الان تايب والبي تايب، وخدنا شويه تفاصيل كتيره كده، وعرفنا يعني ايه ان الكترونز وهولز وازاي ده بينتقل وازاي كل ده. خدنا المقدمه البسيطه قوي عن المنهج دي، حاجه حلوه يعني، شابتر كده شامل يدي لك بيسكس اوف سيمي كوندكتورز. جميل. وقلنا هنحل عليه، هاجل الحل واحل على الشابترين مع بعض باذن الله عشان ناخد الحل ومعاهم الميد ترم السابق والكلام ده. طيب هنشرح ايه بقى في البارت الجديد ده بارت 2 هنشرح فيه النهارده باذن الله. ركز معايا في الكلام اللي بقوله ده كويس. انا بشرح اساسا في المنهج كله باي ماده هتلاقيها على القناه، انا بشرح على انك هتسمع الماده في اريح وقت في السنه، مش انك مزنوق في الوقت. فلو بتسمعها مثلا قبل الكويز بتاع بكره، لو انت عندك كويز مثلا، لا ده مش الوقت المناسب. لو بتسمعها عشان عندك فاينل كمان ساعتين، فده برده مش الوقت المناسب. انا بشرح واخد راحتي في الشرح عشان عامل حساب انك تسمع في وقت مذاكره عادي خالص، سواء انت بدفعتي او دفعه اكبر مني. انا بسجل ماده عشان تسجيل الماده، فهمت الفكره ايه؟ طيب فانا هشرح النهارده ايه، هشرح البارت معاك، هشرح حته معينه منه حوالي نص البارت او اكتر من نص بشويه، والمره الجايه باذن الله نكمل الباقي، ومعاهم في الحالتين في الاثنين هنحل معاهم اسئله نظر. المسائل زي ما قلت لك هنخليها في الحلقه الثالثه على كله باذن الله. طيب ايه الموضوع بتاع الشابتر او بتاع البارت كله؟ لو خدته ببساطه هتفهمه. بيقول لك كارير ترانسبورت. قال انت في الشابتر اللي فات زي ما قلت لك خدت ازاي السيمي كوندكتور بيبقى فيها اصلا كاريرز، ويعني ايه كاريرز اللي هي الالكترونز والهولز، وازاي هم اصلا ممكن توزيعهم ده يشكل لي وجود تيار. البارت ده كله بقى بتاخد ازاي هننقلهم، ازاي هيتحركوا، مش انا هدفي في الاخر اجيب سيمي كوندكتور او ماتيريال معينه من الاشباه الموصلات واستخدمها في توصيل تيار كهربي. انت هتحطها جوه جزء مع يعني جوه جزء الكتروني، هي جزء الكتروني هتحطها في ديفايس معين هتشتغل فيه، فيحصل توصيل للتيار الكهربي. وانا هدفي اصلا الاسمى منها ان انا اوصل تيار كهربي في الاول والاخر يعني، فاهم الفكره ايه؟ طيب هتحكم ازاي في توصيل التيار الكهربي؟ نمبر 1، ايه هي اصلا التيارات اللي ممكن تتولد؟ هو مو تيار واحد وخلاص كده اسمه تيار كهربي وخلاص؟ لا، ما التيار ده جاي منين؟ هل هو تيار الكترونات؟ هل تيار هولز؟ هل التيار ده جاي نتيجه مصدر خارجي زي الالكتريك فيلد مثلا، او ان انا وصلت بطاريه؟ هل جاي الى اخره؟ هناخد كل ده في الشابتر الثاني ده. يبقى قبل ما تبدا في الشابتر اعرف هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الكارير ترانسبورت، عشان لما تخلص المنهج تبقى خدت اربع خمس شباتر عارف انا خدت الاولاني بيتكلم عن كذا، الثاني كمل الدرجه الثانيه في السلم، الثالثه الدرجه الثالثه وهكذا، فكملت رؤيتي عن السيمي كوندكتور. يبقى الشابتر ده هناخد ازاي هنحرك الالكترونز والهولز، ازاي يتحركوا عشان يدوني تيار كهرباء. طيب هتلاقيني كاتب لك اهو في البارت ده او في البارت اللي فات درسنا شكل السيمي كوندكتور وتوزيع الناقلات اللي هي الكاريرز بداخله، اللي هي الكارير كونسنتريشنز سواء كانت الكترونز او هولز. خدنا سواء كان التوزيع ده في حاله الالكترونز اللي هي الان، او الهولز اللي هي البي، ان فور نيجاتيف بي فور بوزيتيف. ده هبدا معاك كله من الاول تاني. بيقول لك بقى في البارت ده هندرس ايه؟ هندرس ازاي نقدر نستفيد من حركه الناقلات دي او الكاريرز دي لما تمشي هتعمل لي تيار كهربي. انا بقى عايز ادرس وصف لهذا التيار الكهربي، اولا انا اجيب قيمته ازاي، لان لو عرفت ازاي اجيب قيمته هقدر اتحكم انا في قيمته، لان لو جبت القيمه بتاعته او جبت الفورمولا بتاعته اقدر اعرف هو بيديبند على ايه التيار ده. فلما احب ازود التيار اعمل كذا، لما احب اقلل التيار اعمل كذا، وايه هو اصلا التيار ده هندرسه برده اللي بتشكله حركتها، حركه الناقلات دي بتشكل تيار. هل التيار ده مثلا ساعات بنسميه دريفت كارنت، ساعات بنسميه ديفيوجن كارنت. هتاخد الانواع دي كلها النهارده، وركز في الحلقه دي كمان يعني مش نستنى الحلقه الجايه، فركز معايا. انا هدفي افهمها لك نظريا يعني تطلع فاهم السلايدز حلو، لكن الحل زي ما قلت لك لازم انت تعمل خطوه اضافيه منه، وهي انك تروح تحل كتير، وده اللي انا هعمله معاك باذن الله في الحلقه الثالثه. طيب قال لك بقى اول نقطه التيار اللي ممكن ينشا داخل السيمي كوندكتور، وده انت عرفته الحلقه اللي فاتت، ممكن يبقى تيار الكترونات او تيار من الهولز. لان انا بالنسبه لي التيار نوعين، خلي بالك التيار اصلا نظرتنا للتيار بتبقى في تو برسبكتيفز، او في نظرتين ممكن ننظرها للتيار. ممكن ننظر ليه على انه حركه للشحنات السالبه، وده بنسميه التيار الحديث او بالمفهوم الحديث. ممكن نبص له انه تيار من الشحنات الموجبه، وده اللي كل القوانين مبنيه عليه، قوانين السيركتس وقوانين الفيلد، كل الحاجات دي كانت مبنيه على ان التيار عباره عن شحنات موجبه. زي ما اديتك مثال في الحلقه اللي فاتت بالكراسي، لما قلت لك الكراسي الخمس كراسي اللي ممكن تقول ان في طالب بيتنقل شمال، او تقول ان في كرسي فاضي بيتنقل يمين، مش عادي المثال تاني. فانت ممكن تقول ان الالكترونز ماشيه كده، ان في الكترونز ماشيه في الاتجاه ده، يبقى ده اسمه تيار الكترونز. ممكن تقول ان في شحنات موجبه ماشيه كده، ليه؟ لان كل الكترون بيسيب مكانه بينشا مكانه بوزيتيف ايون. لما يروح مكان الجديد ويسيب مكان الجديد هينشا في المكان الجديد ده بوزيتيف ايون. يبقى ممكن واحد يبص ان في الكترون بيتحرك كده، والتاني يبص ان في بوزيتيف تشارج بيتحرك كده،
يبقى ده نظرتين للتيار، نظرتي وهو للبوزيتيف ده بنسميها التيار التقليدي، نظرتي للالكترونز دي بنسميها التيار الحديث. فممكن التيار ينشا بسبب حاجتين، بسبب النيجاتيف والبوزيتيف، يا اما تيار الكترونات ده ممكن ينشا تيار بنسميه تيار الكترونز، او تيار من الهولز، الهولز نفسها بوزيتيف، بوزيتيف تشارج، فممكن حركتها لان هي عباره عن الكترون ساب مكانها، فممكن الهولز دي لما تتحرك او انا ابص لها وكانها بتتحرك، بدل ما ابص للالكترون وهو بيتحرك ابص لا ان الهولز هي اللي بتتحرك، او ان في بوزيتيف تشارج تتحرك، فده بنسميه اسمه ايه، بنسميه التيار الناشئ عن حركه الهولز. هتاخد ده بالتفصيل النهارده. ويمكن التحكم فيه، ركز بقى، هل التيار ده هو كده وخلاص ما اقدرش اتحكم فيه؟ لا، اقدر اتحكم فيه باستخدام مصدر خارجي. هيعمل ايه المصدر الخارجي ده؟ ممكن يوحد لي اتجاه الكرنت اللي ناشئ، ممكن يزود لي قيمته، ممكن يقللها، ممكن يعمل حاجات كتير قوي، هتاخدها النهارده. طيب اللي انا عايز اتعرفه من كل الهري ده ان في تيار ممكن ينشا من الالكترونز ومن حركه الهولز، الاثنين ده لو اتحرك هينشئ تيار، وده لو اتحرك هينشئ تيار، لان زي ما قلت لك في اغلب الاحوال اصلا الاثنين مرتبطين ببعض في المفهوم. الهول نشات من ان في الكترون ساب مكانها، والالكترون ممكن يروح يقعد في هول، فانت في الحالتين لما ده بيتحرك الثاني بيكون بيتحرك معاه، بس في اتجاه معاكس او في اتجاه بمفهوم مختلف. فخلي ده في دماغك دايما. يبقى التيار نوعين زي ما قلت لك، يا اما تيار الكترونز يا اما تيار هولز. طيب عند درجه، بص بقى ركز في كلامي، عند درجه حراره الغرفه ومن غير اي مؤثر خارجي، يعني مش هكون حاطط اي مؤثر خارجي، زي مثلا ان انا اكون موصل بطاريه، بطاريه تساوي الكتريك فيلد، لما توصل بطاريه هيكون طرفين موجب وسالب، واي طرفين موجب وسالب بينشا ما بينهم مجال كهربي بيمشي من الموجب للسالب، اي طرفين، طرفين البطاريه هم مثلا، جميل، الطرف ده بوزيتيف والطرف ده نيجاتيف، هينشا ما بين البوزيتيف والنيجاتيف ده الكتريك فيلد، هيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف بس. شكرا، ده اللي انا عايز اتعرفه. طيب طب لو ما كل ده مش موجود، ده عند درجه حراره الغرفه عادي بتتحرك الالكترونز والهولز، حركه مالها؟ حركه عشوائيه. دي مقدمه لسه بيخش لك في الشابتر من اوله كده، بيقول لك خلي بالك ان احنا قبل ما نعمل اي حاجه ولا نحط الكتريك فيلد ولا نجيب بطاريه ولا الكلام ده، الالكترونز والهولز بتتحرك حركه عشوائيه، راندوم موشن، بنسميها راندوم ثيرمال موشن. ليه؟ طب راندوم موشن فهمناها حركه عشوائيه، الالكترون ده رايح كده بعدين يجي كده بعدين يخش كده براحته بقى، مش عارفين هو رايح فين، حركه عشوائيه جدا. ليه؟ كلمه عشوائيه اصلا المفروض انت هتاخدها او خدتها في الثيرمال، في الثيرمودينامكس، في ماده الديناميكا الحراريه، ان انت اي جسم مشحون بطاقه الحركه بتاعته غالبا بتبقى حركه عشوائيه، لانها حركه ايه؟ بنسميها حركه عشوائيه حراريه، او ناتجه بسبب طاقته الحراريه. انا مديله طاقه حراريه، الحراره تعني نشاط، تعني كاينتيك انرجي، الكاينتيك انرجي لما يجي يفرغها كالكترون خفيف جدا او كهول اوريدي برضو خفيفه جدا، هتتحرك حركه بيها عشوائيه جدا في اتجاهات غير محدده، اتجاه كده عشوائي رايح كده مره كده مره كده مره كده، مش عارفين هو رايح فين، اتجاه مش منظم. فبنسمي حركته بدون وجود اي مؤثر خارجي ينظم الحركه دي زي الالكتريك فيلد، لان الالكتريك فيلد بينظمها، هو مش موجود دلوقتي. ده احنا عند درجه حراره الغرفه ادينا له حراره شويه زي اللي هي درجه حراره الغرفه دي 300 كلفن، فايه اللي حصل له؟ اكتسب طاقه، اكتسب نشاط، فبدا يتحرك، حركته بنسميها حركه عشوائيه، راندوم ثيرمال موشن. لان ممكن يجي في سؤال يسالك الحته دي على فكره نظري، يقول لك الالكترون والهول من غير اي مؤثر خارجي بيتحركوا راندوم موشن، راندوم مش عارف ايه، يبقى راندوم ثيرمال موشن، حركه عشوائيه حراريه. طيب بنسمي الحركه دي زي ما قلت لك راندوم ثيرمال موشن، جميل، وبتكون بسرعه عاليه جدا على فكره. الثيرمال فيلوسيتي، الراندوم موشن دي بتكون بسرعات عاليه، السرعه العاليه دي بنسميها الثيرمال فيلوسيتي، ركز في المسميات عشان ده اللي هيكمل معاك بيت الشابتر، فاللي مش هيدي لك المقدمه دي في الاول هتتعب معاه جوه الشرح، عشان كده انا بكتب ده في الاول. الثيرمال فيلوسيتي دي السرعه اللي بيتحرك بيها الالكترون والهول في حاله لما يكونش اي مؤثر خارجي، ده مجرد بس اديت له حراره فتحرك حركه عشوائيه، حركته العشوائيه دي بتكون سريعه جدا وبنسميها ثيرمال فيلوسيتي. الفي ثيرمال، في تي اتش، الفي تي اتش دي او الفي ثيرمال دي معناها، بص اول ما تشوف الكلمه دي بعد كده مش تقراها كحرف انجليزي، هتقراها كحركه الالكترون او الهول لما يكون مكتسب طاقه حراريه، يعني نشط بس مفيش مؤثر خارجي. شوف الدباجه دي كلها جوه الحرف ده، اللي بيقرا الحروف وخلاص بيحس انها تلصق، لكن اللي بيفهم الكونسبت نفسه بتلاقي الدنيا سهله. يبقى الثيرمال فيلوسيتي او السرعه الحراريه دي سرعتك لما تكون مفيش اي مؤثر خارجي، بتتحرك حركه عشوائيه وبتكون عاليه جدا، هنحتاج الكلام ده قدام. طيب الحركه عشوائيه في اتجاهات مختلفه، انا السرعه عاليه ما عندي نشاط وما عنديش حد ينظم لي حركتي، فانا كالكترون هكون هنا بعدين اروح هنا اهو اروح كده بعد كده اروح ثلاثه للبوزيشن اربعه خمسه سته ماشي في اي اتجاه رايح جاي مش عارف ايه في اتجاهات كتيره جدا، وبما اني الكترون سرعتي عاليه جدا فالاتجاهات دي هتبقى كتيره قوي، فممكن في التوتال نقول ايه بقى؟ بص هتلاقيني بقول لك الحته دي ممكن في التوتال اقول ولا خليها لحد دلوقتي مش متلخبطش، يبقى انا لحد دلوقتي وصلنا ان احنا بنتحرك بسرعه عاليه وفي اتجاهات مختلفه راندوم ثيرمال موشن. ابني حط الحته دي في مخك. بيقول لك بقى اثناء حركه الالكترون او الهول
يكون لأي منهما طاقة حركية. أكيد أي حاجة بتتحرك في الدنيا فهي ليها طاقة حركية، الحركة تساوي طاقة حركية، الاثنين لازم يوجدوا في نفس الوقت. يعني لا يمكن لجسم متحرك ان ما يكونش ليه طاقة حركية، مستحيل، لازم ان هو بيتحرك يكون ليه طاقة حركية. جميل. يمكن حساب كذا طريقة، ركز في الكلام. انت خدت زمان، عشان اقول لك اول قانون في المنهج ان هو بديهي جدا، خدت ان الطاقة الحركية عبارة عن ايه؟ اي جسم، اي بادي متحرك كتلته ام وهو بيتحرك بسرعة اسمها في، طاقته الحركية عبارة عن ايه؟ نص في الام، دي في الفي بتاعته السرعة بتتحرك بيها سكوير، هي دي الطاقة الحركية، كاينتيك انرجي. طيب مش نفس الجسم ده لو هو بيتحرك بس بسبب تأثير حراري، يعني جواه حرارة هي اللي بتحركه، ممكن نكتبه بصورة تانية. انت خدت القانون ده قبل كده وقلت لك ان هو مش عليك ساعتها، على فكرة اديته لك في كورس متهيألي ثيرموداينامكس، اديته لك في كورس الثيرمال عندنا على القناة، شرحت لك، انا قلت لك ان في قانون للطاقة الحركية بس لما تكون الحركة دي ناتجة من حركة حرارية، يعني في تأثير حراري. كانت القانون بيقول لك ايه؟ 3 على 2 كي اللي هو بولتزمان كونستانت تي. فاكر انت الكي دي؟ البولتزمان كونستانت اللي انت خدته المرة اللي فاتت، الكي تي عادي خالص، التي هي درجة حرارة، الكي ثابت بولتزمان ده، و 3 على 2 دي رقم احنا اثبتناه. جبناه منين؟ جبنا دي من الثيرمودايناميكس، من قوانين الديناميكا الحرارية، وبتعبر عن ايه؟ عن الكاينتيك انرجي في حالة الديناميكا الحرارية. طيب بما ان الجسم ده بيتحرك دلوقتي اللي هو الالكترون، ليه كتلة؟ الكتلة اللي بنشتغل معاها ايه معلش؟ كتلة فعالة، الافكتيف ماس اللي هي فيها ستار فوق كده او استركس، فيها نجمة فوق. جميل؟ بيتحرك بسرعة اسمها في ثيرمال. خلاص بقى، ما احنا هنقول المصطلحات بتاعت النهاردة. يبقى بيتحرك قبل ما نحط اي مؤثر خارجي، بيتحرك بيه حاجة اسمها في ثيرمال، وكتلة كتلة فعالة اسمها ام او ام ستار او ام ان تحت كده، تحط ان عشان تعبر ان هو الكترون. فهنكتب طاقة الحركة بتاعته وطاقة الحركة بتاعته مرة بالقوانين العادية اللي هي نص ام في سكوير، ومرة بقوانين الطاقة الحركية الحرارية اللي هي 3 على 2 كي تي، ونسويهم ببعض. جبنا أول معادلة. طب إيه فايدة المعادلة دي؟ تعالى أوريك عشان لما تقرأها تبقى فاهمها كويس. نص ام في سكوير، أنت فاهم إن الطرف ده هو الطاقة الحركية باستخدام قوانين الحركة الطبيعية خالص. نص ام في سكوير. مين الفي دي؟ ده الفي اللي بيتحرك بيها الإلكترون لما يكون مفيش أثر خارجي، يبقى اسمها في ثيرمال. طيب والطرف ده؟ وقلنا خلاص الام دي هي الام الفعالة، يعني المفروض أكون حاطط نجمة هنا، المفروض أنت تكون فاهم إنها الام الفعالة. طيب بالمناسبه الام الفعاله دي او الافكتيف ماس، لو قال لك ان هو فري الكترون، يبقى الام الفعاله هي الام نفسها اللي هي 9.1 في 10 سالب 31 اللي هي كتله الالكترون. ليه؟ لان فري الكترون معناها اصلا ان مفيش اف اكسترنال. فلو انت فاكر يعني ايه ام فعاله اصلا او افكتيف ماس، قلنا ان وظيفتها تكنسلي لو في اف اكسترنال. طب لو هو قال لي فري الكترون يبقى مفيش اف اكسترنال، فتعوض بالام بتاعت الالكترون العاديه. ادي معلومه جانبيه نقولها. طيب يبقى الطرف ده كفه الميزان دي اسمه ايه؟ كاينتيك انرجي باستخدام القوانين العاديه، واللي هنا كاينتيك انرجي باستخدام قوانين الديناميكا الحراريه 3 على 2 كتير. وخلي بالك الثلاثه دي عشان انت شغال بفي ثيرمال ان جنرال، ركز في الحته الاولى دلوقتي عشان مش كاتبها في ورق. الفي ثيرمال دي في ال 3 دايمنشن، يعني ايه؟ سرعه ثلاثيه البعد، ممكن يتحرك كده، ممكن يتحرك لجوه السبوره لبره السبوره في اتجاه الواي والاكس والزد، او حاجه مركبه من 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 منهم على بعضهم. يبقى هو بيتحرك في الايه؟ في ال 3 دي. يبقى دي في ثيرمال ان 3 دايمنشن. فبالتالي حطينا 3 هنا في القانون عشان احنا شغالين بقانون الكاينتيك انرجي بتاع ال 3 دايمنشن. طب اسالك سؤال، اكتب لي نفس المعادله دي بس في 1 دايمنشن، هتكون كاتبها نص ام عادي خالص في ثيرمال، بس هكتب جنبها كده بقى في ثيرمال مثلا في اتجاه الاكس سكوير، نفس القانون سرعه سكوير بس السرعه دي في اتجاه الاكس، وبالتالي مش هحط 3، 3 دي يعني 3 دايمنشن، لا انا هحط نص واحده بس او واحد فوق بس نص كتير. ايه ده وينفع؟ هو ده القانون في حاله ال 1 دايمنشن. طب لو كتبت نفس المعادله دي بس الفي ثيرمال للواي هيبقى نفس الشكل نص كي تي، طالما انت كاتب جاست سرعتك في 1 دايمنشن، لكن القانون ان جنرال خالص او القانون العام هو ده، لان هو حاطط الفي ثيرمال في 3 دايمنشن وحاطط هنا 3 عشان تعبر عن ال 3 دايمنشن، هو ده فكره القانون. يبقى القانون بص بسيط ازاي، كنت ممكن تقراه في السلايدز اهي، انزل مش مشروح مش بتقال انه اي حاجه، هو محطوطه خلاص وقال لك فروم ثيرمودايناميكس، كمل انت بقى. طبعا لا ما ينفعش كده، فاديك فهمت نوعا ما القانون ماشي ازاي عشان تبقى حتى مرسوم في دماغك. جميل. وممكن ايه بقى كمان، ايه فايده القانون ده؟ انا معايا الام اقدر اجيبها، والكي اقدر اجيبها لانها ثابت اصلا هتلاقيه في الفورمولا شيت، والتي لو عندي درجه حراره اقدر اعرف انا بتحرك بسرعه كام. فهمت فايده القانون؟ القانون ده تدي له درجه حرارتك اللي انت بتديها للالكترون يعرفك هو بيتحرك بسرعه كام، تجيب الفي ثيرمال خلاص قانون عظيم، تدي له درجه حرارتك اللي انت مديها للالكترون او الهول يدي لك السرعه اللي هو بيتحرك بيها، لان ده معروف وده معروف، هو دي فكره القانون. اللي بقى لو انت في مره من المرات اديت مديك درجه حراره وطالب البي ثيرمال تلجا لهذا القانون على طول. طب لو 3 دايمنشنز تحط 3، لو 1 دايمنشن بس يبقى انت عايز الفي في اتجاه 1 دايمنشن يبقى تحطها 1 فقط. طيب ايه تاني؟
البي ثيرمال دي مش سرعه الالكترون. اه والسرعه ليها مفهوم، ايه هو الديفينيشن بتاعها؟ مسافه على زمن. مين المسافه؟ قال لك ال على اللي احنا كتبناه لك طبيعي خلاص، ال على تايم، مسافه على زمن. مين ال؟ قال لك ده اسمه المين فري باث او المين فري ديستانس، المسافه، المسافه وخلاص، المسافه اللي اتحركها الالكترون وهو مش تحت تاثير خارجي، هو ما عليهوش اي تاثير خارجي، بنسميها ال. المسار اللي بيتحركه الالكترون في زمن معين، مين الزمن ده اهو؟ لو قسمت المسافه على الزمن او المسار اللي اتحركه على الزمن يدي لك سرعته اللي هي البي ثيرمال. يبقى ال ال او المين فري مين فري ديستانس، والتايم بتسميه مين فري تايم، جميل، او ممكن تسميه ريلاكسيشن تايم، ساعات بيسموه كمصطلح يعني ريلاكسيشن تايم. لو قسمت المسافه على الزمن يدي لك البي ثيرمال، السرعه اللي بيتحرك بيها الالكترون. هي في كام صوره لحد دلوقتي؟ ثلاث. لحد دلوقتي خدنا ايه؟ صورتين، صورتين للقمر هو ده، وخدنا ازاي نجيب البي ثيرمال بطريقه اخرى. يبقى انا عايز اجيب البي ثيرمال ومديني مسار وزمن اقسمهم على بعض، خلاص جبته. يعني يقول لك المسار اسمه مين فري باث او مين فري ديستانس، يعني المسار المتوسط. مين يعني متوسط؟ المسافه المتوسطه على الزمن المتوسط. سؤال ليه؟ لان انا مشيت في المسار ده بعدين كده بعدين كده بعدين كده، خدت في التوتال ثانيتين، ادي ثانيتين، وخدت في المسار ككل كمتوسط المسار، خلي بالك بنسميه المسافه المتوسطه، خدت مثلا 10، يبقى انا سرعتي كام؟ 5، خلاص 10 على 2، يبقى ال 10 دي هي المسافه المتوسطه. ممكن تكون دي 5، ممكن دي 3، ممكن دي 1.5، مش عارف بقى، مش شرط مجموعهم 10، ولكن المسافه المتوسطه بتاعتهم 10، فاهم الفكره؟ فعشان كده قلنا مين فري ديستنس على المين فري تايم يدي لك الفي ثيرمال، السرعه الحراريه التي يتحرك بها، بتكون سرعه كبيره. طب لو دي اول طريقه اجيبها بيها، لو الطريقه الثانيه ان يكون مديني حراره وانا محتاج البي ثيرمال او رايح جاي من القانون ده، وساعتها اكيد هيكون مديني الام ومديني الكي ده ثابت اصلا. يا رب تكون فهمت. طيب ركز معايا، عشان لو بتتحرك في اتجاهات عشوائيه وكتيره وبسرعه جامده قوي، صح كده؟ طب لو بتتحرك كده 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 كده، بص 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 الشكل، في اتجاهات كتيره جدا، هل في التوتال اقدر اقول ان الالكترون مشي من بوينت كذا لبوينت كذا، ولا مش هبقى قادر احدد؟ مش هبقى قادر، فما اقدرش اقول ان في تيار، مفيش تيار محصل ان جنرال. هو ممكن في كل مسار فيهم في الكترون بيتحرك كده، ففي اللحظه الصغيره قوي دي في تيار اللي هو في الاتجاه ده، ولكن نفس التيار ده حصل له واحد معاكس ليه كده، بعدين واحد كده، فكله كنسل بعض. ليه؟ لما مع السرعه العاليه وكتر الاتجاهات هيبدو وكاني مفيش تيار، لان كلهم عاملين يكنسلوا بعض، مفيش اتجاه محدد او اتجاه عام وليكن مثلا الى اليمين، حتى لو بيمشي كده بس هيبقى اسمه في تيار، اقدر اقول ان هو بدا من هنا وانتهى هنا، لكن هو بقى هو مش ماشي كده، هو ماشي في اتجاهات كلها متضاربه وعكس بعضها، فبيقول لي في الاخر ان التيار المحصل بيكون في ايه؟ بيكون النت كارنت بيساوي زيرو. يبقى لو جه قال لك قبل ما نحط اي اكسترنال اسمه ايه؟ فولتج مثلا، او ما حطناش اي حاجه خارجيه، اي مؤثر خارجي، يبقى النت كارنت بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. وعلى فكره ده سؤال في الاسئله اللي في الشيت، يقول لك ان النت كارنت في حاله وانت بتتحرك بالفي ثيرمال بس، يبقى النت كارنت كام؟ بيقول له بزيرو على طول. طيب طب لو احنا بقى عايزين نوحد، احنا هدفنا من الشابتر كله ان نحصل على تيار كهربي، وانت بالمنظر ده ما حلتليش المشكله، انت جبت لي الكترونات بتتحرك وكل حاجه، بس ما عملتش تيار في الاخر. احنا بقى لحد هنا واقفين عند الشابتر اللي فات، ندرس بقى تركيزها، ندرس قد ايه هنا الكترونات، قد ايه هولز، لكن ما نعرفش نطلع منها تيار، لانها بتتحرك بسرعه كبيره ومتضاربه في الاتجاه. فعشان نوحد اتجاهها ونطلع بتيار كهربي، جبنا شيء خارجي يوحد لنا الاتجاه ده. مين هو؟ قال لك اول حاجه هتاخدها هو المجال الكهربي. هنضيف مجال كهربي اللي هو الاي دي، علامه الاي دي يعني الكتريك فيلد. الكتريك فيلد ده هيعمل بيه؟ هيوحد لي اتجاه حركه الناقلات او الكاريرز، هيخلي اتجاهها موحد وليكن الى اليمين، مش شرط نفس الخط، مش شرط على الستريت لاين لليمين، لا، بس المهم ان التوتال هيبقى بدايتي هنا ونهايتي هنا في مكان، المهم ان في النص يحصل اللي يحصل، بس المهم ان في توتال كرنت حصل، فاهم الفكره ايه؟ طيب فالالكتريك فيلد وظيفته هنستخدمه عشان يوحد لنا اتجاه التيار، فنحصل بيه اصلا على تيار، لان النت كرنت كان بزيرو. طب اعرف المعلومه دي بقى، الالكتريك فيلد بيمشي بيبقى عباره عن ايه؟ عن قطبين، هنا موجب وهنا سالب. اي موجب او سالب بالمنظر ده مع بعضهم، اي ثنائي موجب مع سالب بالمنظر ده، بينشا بينهم الكتريك فيلد، بيكون اتجاهه من الموجب للسالب. يعني ايه الكتريك فيلد؟ يعني تاثير، مجرد قوه هتاثر على بوزيتيف تشارج، حاجه يعني حاجه بتزق كده، افترضها في دماغك كده. جميل؟ المهم انك تعرف ان اي الكتريك فيلد موجود فهو بيخرج من البوزيتيف ويروح للنيجاتيف، دايما يخرج من الكبير من البوزيتيف ويروح للنيجاتيف. طيب لو انا حطيت ده في النص كده الكترون، الالكترون اللي كان احنا بقى لنا ساعه عمال نتكلم عنه فوق، اللي هو طالع نازل في اتجاهات متعدده ده، الالكترون شحنته سالبه، هيتنافر مع ده يبقى هتزقه كده، وهيتجاذب مع الموجب يبقى هيكمل زق كده، يبقى هيروح ناحيه ايه؟ ناحيه الموجب.
يبقى هيمشي كده اهو. اول ما تحط الكتريك فيلد لو في 1000 الكترون هيقوم رصصهم كلهم ويقوم واخدهم معاه ناحيه الموجب، لان الموجب ده بيجذبه من ناحيته. طب لو حطيت هول، الهول دي عباره عن ايه؟ عن حاجه موجبه. هتنجذب الموجب؟ لا طبعا، تتنافر معاه وتروح لمين؟ للسالب. يبقى ايه اللي احنا وصلنا له دلوقتي؟ انسى كل ده اهو، احنا حاطين هنا الكترو والكترو، فين بقى الكترونات؟ حبه الكترونات كتيره وكلهم بيتحركوا حركه عشوائيه. او لو جايب حاطط هنا اللوحه ابو سالب وهنا اللوحه ابو موجب، يقوم متنظمين كلهم، ايه اللي يحصل؟ يقوم كلهم مزقوقين كده ورا بعض ويتحركوا في هذا الاتجاه ناحيه الموجب. ليه؟ لان هم اشارتهم سالبه هيتجذبوا للموجب. يبقى الالكتريك فيلد قدر يوحد لي اتجاه حركه الالكترونات. طب هي حركه في خط؟ لا، الحركه طالعه نازله طالعه نازله، بس المهم ان في الاخر في اتجاه الموجب، بتتجذب ناحيه الموجب. تخيل الموضوع ان هو حركه سريعه جدا، الموضوع مش بالسخافه اللي في مخنا يعني، اللي هو مجرد هسحبه بخيط يعني، لا ده سريع جدا. فعشان تسحبه انت وحدت اتجاهه from beginning to end، ولكن ما قدرتش تحدد المسار باكزاكت يعني، فاهم الفكره؟ طب لو عندي ها هول هول هول، حطيت هنا القطب السالب، هنا قطب موجب، نشا الكتريك فيلد، يقوم الكتريك فيلد يعمل ايه؟ ياخد دول كلهم كده معاه ويقوم موحد اتجاههم ويوجههم ناحيه السالب. هو ده فكره انك هتعمل ازاي تيار، ده لسه ما بدأناش في اي حاجه على فكره. هتلاقيني كاتب لك اهو، الكلام ده كله بكتبه هنا. طيب، فعند تطبيق مجال كهربي على الالكترون او الهولز اللي تتحرك التي تتحرك حركه عشوائيه، تتوحد الجهه التي تتحرك فيها. هي توحد الاتجاه اللي ماشيه فيه، يمين شمال في اتجاه فلاني، لكن مش بالضروره يكون خط واحد. فاهم الفكره ايه؟ اهو على سبيل المثال حطيت الكتريك فيلد في اتجاه الشمال ده اللي هو ده. حلو؟ طب الالكترونات تعمل ايه؟ الالكترونات معنى لو انت هتحفظها هتتعب. الالكتريك فيلد معناه انه خارج من الموجب رايح للسالب. في الكترون هنا هيعمل ايه؟ هيمشي يروح ناحيه الموجب. اهو يبقى هيمشي كده. بس هو طلع فوق ونزل، بس المهم ان في الاخر ماشي يمين، ماشي في الاتجاه ده خلاص. ان بدايته هنا ونهايته هنا، قدرت احدد ان في توتال تيار، في نت كارنت. ليه؟ والنت كارنت بتاع الالكترونات عايز تحفظها بقى يبقى عكس الفيل. بتاع الهولز يبقى مع الفيل. يعني لو كان في هول هنا هول اهو، كانت الهول ده هتمشي كده مع الفيل. ليه؟ لان اكن الفيل ده خارج من الموجب رايح للسالب، هي تحب تروح للسالب معاه. فهمت الفكره ايه؟ بس ما تحفظهاش بقى. طيب كل ده بكتبه لك هنا، كل حاجه بقولها بوقي بتبقى مكتوبه. يسمى متوسط التيار الناشئ، ركز بقى في الكلام ده. مش احنا كده نجحنا في ان نحول النت كارنت اللي كان بزيرو قبل ما نحط الكتريك فيلد، لما عملنا ابلاينج للالكتريك فيلد اتحول لرقم. الرقم ده بكام بقى؟ الرقم التيار اللي طلع ده اسمه ايه؟ قال لك ده هنسميه الدريفت كارنت او التيار الانجرافي، التيار المنجرف. الدريفت يعني ايه؟ في انجراف، في لما يقول لك الميه بتنجرف يعني بتنزل بتسري كده. فده بنسميه دريفت كارنت، بيمشي بحاجه اسمها دريفت فيلوسيتي. عايزين نقعد مع الكلمه دي شويه. يبقى السرعه اللي الالكترون هيمشي بيها بعد تطبيق الالكتريك فيلد مش زي قبله، اكيد لا طبعا، مش هو خالص. قبلها كان اسمها في ثيرمال، كانت سرعه عشوائيه سريعه ناتجه من طاقه حركته، خلاص كده خلصنا. لما حطينا الالكتريك فيلد سرعته اتغيرت، احنا اتحكمنا فيه، احنا مسكناه، في قوه جاذبه اثرت عليه. القوه الجاذبه دي هتعمل فيه ايه بقى؟ هتقلل سرعته، هيبقى ليه سرعه اسمها الفي دريفت. الفي اللي هي سرعه الانجراف، السرعه اللي هينجرف بيها ناحيه الموجب او اللي هتنجرف بيها الهولز ناحيه السالب. مين الفي دريفت دي؟ تعالى بقى نتفرج عليها شويه. حلوه الحته دي. بص بقى، وصلنا ان في دريفت هي حركه، هي سرعه الالكترون لما طبقنا الالكتريك فيلد. طب السؤال، الالكتريك فيلد ده معناه ايه؟ موجب هنا وسالب هنا. لما اقول لك انا كبرت المجال، عارف معناها ايه؟ ان انا عليت ده او قللت ده، لان ده لما تقلله هيبقى رقم اكبر بالسالب. فاهم الفكره ايه؟ يبقى المهم ان انا كبرت الحاجه اللي بتجذب هنا الالكترونات، او الحاجه اللي بتجذب هنا الهولز. يبقى لو عليت الالكتريك فيلد، لو قلت لك في جمله انا عليت الالكتريك فيلد، فماذا سيحدث للفي دريفت؟ عليت الالكتريك فيلد، ايه اللي هيحصل للفي دريفت؟ مبدئيا كده عشان لسه في تفاصيل هقولها لك، تقول لي نظريا هتعلى. ليه؟ لان انا حاطط الكترون هنا، لو كنت بجذبه بقوه او بموجب صغنطوط كده هيتجذب بسرعه اسمها في دريفت 1. لو خليته موجب كبير هينجذب ليه بسرعه برضه بس اسمها في دريفت 2، حيث ان في دريفت 2 دي اكبر من في دريفت 1. فهمت الفكره؟ هينجذب بقوه اكبر لانك كبرت الموجب، يعني كبرت الالكتريك فيلد. يعني من هنا نقدر نصيغ علاقه نقول ان الفي دريفت بتزيد بزياده الالكتريك فيلد، ودي منطقيه للغايه. كل ما علي الالكتريك فيلد يعني كبرت الموجب اللي كان بيجذب الالكترون او السالب اللي هيجذب الهول، يبقى كبرت ايه؟ سرعه انجذابه، سرعه انجرافه، بنسميها الفي دريفت. كل ما تبقى لو بعد ما اتخرجت حد قال لك دريفت كارنت او دريفت فيلوسيتي، افتكر سرعه انجراف يبقى موجب بتاع الكتريك فيلد فاتسحب ليه الالكترون، افتكرها بالحب ده لانك غالبا هتنسى التفاصيل، بس هتبقى فاكر الاساسيات. فاهم الفكره؟ المفروض طبعا دي ما تتنسيش الحاجات دي اصلا ولا حتى التفاصيل.
فهتلاقيني بقول لك هنا بما ان سبب تحرك الالكترون عند تطبيق الكتريك فيلد هو انجذابه للجهد الموجب، فيمكن القول باننا عندما نرفع الالكتريك فيلد هتزيد سرعه الانجراف بتاعت الالكترون، لان كبرت الموجب اللي بيجذبه، كبرت الجهد بتاعه، عشان كده الالكتريك فيلد عالي. هي هي فممكن نقول بقى ان الفي دريفت تتناسب طرديا مع الالكتريك فيلد. طبيعي اول ما تشوف تناسب بتشيله وتحطه ثابت، جميل. يبقى الفي دريفت بتساوي ثابت في الالكتريك فيلد. مين الثابت؟ قال لك اسمه ميو. مين الميو دي؟ دي محتاجين نقف معاها وقفه هتطول شويه. اسمها الموبيليتي. يعني ايه الموبيليتي؟ حاجه بتعبر عن قد ايه الماتيريال دي او الشيء اللي انا بسحبه ده سهل للسحب، سهل الانجراف، حاجه بتعبر عن سهوله التنقل. نسميها الموبيليتي، يعني قابليه الحركه. فالثابت اللي هيتحط ده ثابت معبر عن قد ايه الالكترون ده سهل للحركه. هو في كل المواد زي بعض؟ لا. طب هو الالكترون زي الهول؟ برضه لا. هل سهل احرك الكترون هي زي ما حرك هول؟ في واحد منهم اتقل، فالاتقل مش عارف احركه، يبقى حركته اتقل معايا. فاهم الفكره ايه؟ فالموبيليتي او الميو من هنا ورايح معناها سهوله الحركه، قد ايه سهل احركك. ليها قيمه معينه بتتحفظ وهتعرفها ومش ثابته وخلاص، لا ده ليها تفاصيل وبتتاثر بحاجات. الثابت ده مش ثابت مطلق، ثابت نسبي، يعني ثابت في حاله معينه، ولكن ممكن يبقى في مره من المرات متغير، بيتغير بتغير حاجات ثانيه. هتعرف ده دلوقتي. تعالى بقى نقف وقفه معايا. عايز اديك مثال بس بسرعه كده، الشرح الغلط كان هيبقى ازاي؟ لو انت عايز اشرح لك غلط اخش معاك اول حلقه اقول لك الفي دريفت ده معناه ان في انجراء، في مش هقولها كده حتى، هقول لك بص في تيار نشا في السيمي كوندكتور فهو بيساوي ثابت في الالكتريك فيلد، وبعدين ابدا اشرح لك بعد ما اكتبه اقول لك دي اسمها كذا وبتعمل كذا، دي اسمها كذا. ده طبعا شرح غلط، ده كروته. الشرح الصح او اللي انا شايفه صح هو اللي بقول لك عيده، ان انا ادي لك مقدمات نوصل بها النتائج، مع انه قانون بسيط وفي الاخر لما تيجي تحل في الامتحان هتحل بده على فكره، مش تفتكر كل انا قلت لك ده، بس هتبقى يعني باني الموضوع على اساس صح. فهمت الفكره؟ طيب عشان نجيب بقى الثابت ده نجيب قيمته نجيبها ازاي؟ تقول لي ما قيمته في دي على او اللي هو الفي دريفت على الالكتريك فيلد، ماشي دي طريقه، بس انت كده عرفته بحاجات اساسا احنا لسه مخترعينها دلوقتي، احنا عايزين تعريفه بحاجات اسمها ايه اساسيه، عايزين تعريفه بوحدات اساسيه، عايزين قيمته من قانون تاني. قال لك بسيطه، ايه اللي احنا عندنا؟ احنا عايزين ندرس سهوله حركه بارتكل، عايزين ندرس حركه بارتكل وخلاص. ايه اللي عندك في الحركه غير معادله نيوتن؟ ما عندناش غير سيجما الفورسز بيساوي الكتله في العجله او الام في الايه. فمين سيجما مين البارتكل اللي بندرسه؟ الالكترون المتحرك. عايزين نجيب هو بيتحرك ازاي؟ لان دي منها هنوصل للموبيليتي اللي بقول لك عليها. الالكترون ده ايه مين الفورسز بتاثر عليه؟ هاتها وساويها بالكتله بتاعه الالكترون في عجله تحركه. عجله تحركه يعني سرعته على الزمن. السرعه على الزمن هي العجله لو انت ما تعرفش يعني. فهنجيب القوه اللي بتاثر عليه كلها ونساويها بالام في الايه؟ او الام في السرعه على الزمن. مين القوه اللي بتاثر عليها؟ قوه واحده بس، قوه الالكتريك فيلد. طب هي قوه الالكتريك فيلد عليه بتساوي ايه؟ لو انت ما تعرفش يعني بص على كده على جنب. الفورس كانت بتساوي لو انت فاكر زمان حتى بين تو تشارجز كي كيو كيو على ار سكوير. فلما قسمنا على كيو جبنا الالكتريك فيلد، فالاف على كيو بتساوي الالكتريك فيلد. ده لو انت ما تعرفش يعني الفورس اللي اسمها ايه؟ الالكتريك فورس على الشحنه بتساوي الالكتريك فيلد. يعني الالكتريك فيلد هي القوه المؤثره على وحده الشحنات او اليونت تشارج او البوزيتيف تشارج. البوزيتيف يونت تشارج، المهم يعني. جميل. يعني ممكن تشيل الفورسز الفورس اللي بتاثر بيها الالكتريك فيلد وتحط كيو في الاي، تضرب ده بده. طيب يبقى سيجما الفورسز عباره عن ايه؟ عن كيو في الاي في الالكتريك فيلد، بس سميها الكتريك فيلد كده. طب هي كيو هنا عباره عن ايه؟ شحنه الكترون، يبقى تحطها بالسالب. اللي بنفترض ان كيو دي رقم موجب نحط جنبيه سالب عشان نعبر ان هو الكتروني. بتساوي الكتله بتاعته في السرعه، مين سرعته؟ مين العجله في العجله قصدي، مين العجله؟ هي السرعه بتاعته على الزمن، الزمن ماشي خليه معانا تي. مين السرعه بقى؟ قال لك معانا سرعه الانجراف، مش انت حطيت الكتريك فيلد؟ الكتريك فيلد ده خلاه ينجرف، خلاه يتحرك بسرعه جديده، كان زمان بيتحرك بالفي ثيرمال. دلوقتي حطيناها في دريفت لان هو في الكتريك فيلد شغال معايا، وانا عايز ادرس حركته اثناء وجود الالكتريك فيلد ده، فحطيت سرعته وهو في الكتريك فيلد اللي هي الفي دريفت. القانون ده حلو، تعمل بيه ايه بقى؟ هات الفي دريفت في طرف. تعالى تحت كده، هات الفي دريفت في طرف. هتلاقيها بتساوي تي في كيو، تي في كيو على ام، وهنا في الكتريك فيلد. ايه رايك في الشكل ده؟ ادي القانون وادي القانون القديم. في دريفت بتساوي ثابت في الكتريك فيلد. الكتريك فيلد الكتريك فيلد في دي في دي، يبقى الثابت هو ده. خلاص يبقى الثابت اللي هي الموبيليتي اللي هي الميو بتساوي تي كيو على ام. ما ينفعش كنت اكتب لك ان الموبيليتي بتساوي تي كيو على ام، صدقني كده غلط. ده رايي انها غلط. الميو بتساوي
تي في كيو على ام. شكرا، هو ده المطلوب. وطبعا كان في سالب بره زي ما قلنا، يعني في سالب كان بره موجود في القانون اساسا. يبقى وصلنا من هنا ان، ركز في الكلام، ان الفي دريفت بتساوي ثابت في الالكتريك فيل، وان المفروض اصلا يعني المفروض ان الشحنه زي ما هي سالبه يبقى السالب ده يطلع بره، ونسمي كل الثوابت اللي كانت موجبه دي هي الموبيليتي. الموبيليتي بتاعت الالكترون بنسميها موبيليتي ان، والالكتريك فيل الكتريك فيل، والفي دريفت الفي دريفت اللي هي سرعه انجراف الالكترون اثناء وجود الكتريك فيل. الميو ان دي بقى مكتبين على جنب كده، ميو ان دي بتساوي دي كاتبها لك اهو، تي في كيو او كيو في تي ايا يكن على الام. مين الكيو؟ دي شحنه الالكترون المتحرك. مين التي؟ ده المين فري تايم او اللي هو الريلاكسيشن تايم، سرعه تحركه زمن تحركه وخلاص. هو هيدوا لك في المساله باسمه كده، ريلاكسيشن تايم او مين فري تايم. مين الام؟ الام بما ان انت شغال بالكترون وممكن يكون في قوه خارجيه، فهنحط كاضمن يعني لينا ان جنرال نحط الام بتاعته الافكتيف، الافكتيف ماكس. يبقى هي دي الميو ان او الموبيليتي. لما تحطها في القانون موبيليتي في الالكتريك فيلد يدي لك سرعه الانجراف او الفي دريفت. يبقى انت دلوقتي القانون اترسم في دماغك ان في دريفت سرعه تحركي، سرعه تحرك البارتكل او الالكترون اثناء وجود الالكتريك فيلد بتساوي ايه؟ بتتناسب مع الالكتريك فيلد. لو شلنا التناسب وحطينا ثابت، الثابت ده اسمه ميو او اللي هي الموبيليتي. الموبيليتي بتساوي ايه؟ تحفظها بقى بعد ما انت اثبتها وفهمت جت ازاي، انها تي في كيو على ام، موجوده في الفورمولا شيت مش محتاج تحفظ حاجه. طب يعني ايه بقى ميو اصلا؟ الميو دي بتعبر عن سهوله حركتي، هل انا سهل اتحرك ولا لا؟ قابليتي للحركه. معامل بيعبر عن قد ايه انا سهل اتحرك، انا كالكترون، انا كهول الى اخره. بنجيبه ازاي؟ بنضرب التايم في الشحنه بتاعت الحاجه اللي هتتحرك على كتله الفعاله بتاعتها. تعال احكي لك قصته بقى. تعبر التنقليه الحركيه اللي هي الموبيليتي يعني عن مدى استجابه الالكترونات او الفجوات اللي هي الهولز للمجال الكهربي، عن قد ايه هي بتستجيب للمجال الكهربي. يعني الموبيليتي دي بتساوي في دريفت على الكتريك فيل. انا عايز اقول لك بقى الميو دي معناها ايه؟ ان لو رفعت الالكتريك فيلد بمقدار كام، السرعه هترتفع بمقدار كام، عشان يفضل في اخر الريشه ما بينهم ثابته في النطاق الاولاني اللي انا لسه بنتكلم عنه. يبقى هي بتعبر لي عن قد انت بتستجيب للالكتريك فيلد، بس كده، هو ده المطلوب. ده معنى كلمه موبيليتي ليس الا. في تفاصيل فيها؟ اه في تفاصيل بقى، ركز معايا. بيقول لك تتناسب صوره الحركه، مش هي احنا قلنا معناها صوره حركه؟ فاول ما تشوف كلمه صوره حركه يبقى انت بتتكلم عن موبيليتي. قال لك الموبيليتي او صوره الحركه بتتناسب عكسيا مع السكاترنج او مع التشتتات. يعني ايه؟ انا كالكترون ماشي في امان الله، حلو جدا، هبقى ماشي بسرعه وحلو. طب لو حطيت لي حاجات تخليني اتشتت، حاجات تجذبني شويه كده، وحاجات مره تتنافر معايا فتخليني اروح كده، وحاجات تخبط فيا، هتلاقي مشكله، هتلاقي في سكاترنج، هتلاقي في تشتتات. او السكاترنج دي اللي هي الانحرافات. الانحرافات دي اكيد هتعوق حركتي، يعني هتقلل سهوله حركتي، يعني هتقلل الموبيليتي. فيبقى التشتتات دايما بتقلل من الموبيليتي. اول ما تشوف سكاترنج، اول ما السكاترنج يزيد الموبيليتي تقل، السكاترنج يقل الموبيليتي تزيد. يبقى تتناسب عكسيا مع السكاترنج التي تحدث داخل السيمي كوندكتور. طب انت بفهمك كده بظنك يعني ممكن السكاترنج دي تيجي منين؟ يعني في الشباك ممكن السكاترنج تيجي منين جوه اي سيمي كوندكتور؟ هي المفروض بتيجي من اربع حاجات، اتنين منهم مهملين ساك منهم، واتنين اساسيين. مين الاساسيين بقى؟ من الذرات الاساسيه اللي موجوده، اللي موجوده في الشبكه بتاعت او في الاستراكشر بتاع السيمي كوندكتور. مش في ذرات كتيره مرصوصه جنب بعضها كده؟ كل ذره من دول بتهتز، في فايبريشن فيها، ما تهتز تهتز. الاهتزاز ده لو في الكترون بينتقل هنا هيتاثر باهتزاز دي واهتزاز دي واهتزاز دي. اي ذره يعدي جنبها يتاثر باهتزازها، وكتر من الاهتزازات دي تزيد تعوق حركه الالكترون اكتر، فتقل الموبيليتي بتاعته، يعني تقل سهوله حركته او تقل قابليه حركته. يبقى اول نوع بنسميه لاتس سكاترنج او لاتس سكاترنج. تاني نوع بيكون ناتج من حاجه شبه كده، ايه هي؟ لما انا اكون حاطط ذره هنا ويمشي منها الكترون بينشا مكانه ايه؟ بعيدا بقى عن انها بتهتز الذره نفسها، لا عايزين حاجه ثانيه. لما الكترون يمشي منها حلو يكون مكانه بوزيتيف ايون. طب لو في الكترون بقى معدي هنا اصلا في التيار بتاعي اللي هو اللي ماشي في دريفت ده، هيتاثر بالموجب ده ولا لا؟ هيتاثر، هيتجاذب معاه، وواحد ثاني هنا يتجاذب معاه او يتنافر معاه الى اخره بقى، حسب انت موجب ولا سالب، حسب ايون موجب ولا ايون سالب. يبقى الايونز اللي موجوده بتخليني يحصل لي انحرافات، يعني تخليني مش ماشي براحتي، عماله تجذبني وتجيبني وتوديني. فساعتها بنقول ان السكاترنج الايونايز سكاترنج واللاتس سكاترنج الاثنين دول هم اكتر حاجتين بيأثروا على الموبيليتي. يبقى الموبيليتي دايما بتقل بزياده التشتتات وتزيد بنقصان التشتتات، يعني بتتناسب معاها عكسيا. كل ما الذرات تهتز اكتر يصعب على الالكترون او الهول الحركه، يعني الموبيليتي تقل.
الكلام ده مش هيجيلك في الاسئله بالحرف، بس انت فاهمه فتعرف تفهم الاسئله حلو. بس ده هدفي من الشرح كله والله. تتاثر التنقليه بنوعين اساسيين من التشتتات، يا اما اللاتس سكاترنج وايونايز سكاترنج. في حاجات في اتنين كمان، اللي هو ان مثلا ان الالكترون يخبط في التاني، دي احتماليتها صعبه جدا، انك في ذره شاسعه في الحجم مقارنه بالالكترون، احتماليه ان الالكترون يخبط في التاني ده شبه يعني شيء مستحيل، او احتماليته ضعيفه قوي، مش مستحيل ولا حاجه. لان انت ماشي كالكترون، انت ماشي في فراغ، الذره بالنسبه له كبيره قوي، خلي بالك يعني. هما بالنسبه لنا احنا الاثنين صغيرين، ولكن بالنسبه للالكترون الذره كبيره قوي، فعشان كده بنهمل السكاترنج اللي هيحصل لما الالكترون يخبط في التاني، ان ده نادر الحدوث. فاهمني؟ او نادر عمنا يعني مش صفر كتير. يبقى الاساسيين معانا اللاتس سكاترنج والايونايز سكاترنج، دول اللي هيعملوا لي تشتتات. التشتتات هتقلل لي من الموبيليتي. طيب ده ياخدنا لموضوع جديد بقى، وهو ان اللاتس سكاترنج بتكون نتيجه اهتزاز، ده بشرحهم نتيجه اهتزاز ذرات السيمي كوندكتور، وده بدوره بيعوق حركه الكاريرز، يعني بيقلل الموبيليتي. الايونايز امبيوريتي سكاترنج، يعني لما اضيف ذرات اسمها ايه؟ شوائب ويحصل لها تأيون، تفقد الالكترون تتحول لايون موجب، او تكتسب تتحول لايون سالب، ده بيعمل لي زي ما قلت لك جذب وتنافر، فبيعمل لي اعاقه فبيقلل الموبيليتي، نفس الكلام. وبالتالي الموبيليتي مش قيمه ثابته مطلقه، او مطلقا مش حاجه ثابته كده وخلاص، لا دي ممكن تتغير مع بعض العوامل. ايه هي العوامل بقى اللي بتغير في الموبيليتي؟ خد عندك من كتر اهميتها حاطها لك في بروازه احمر كده، دي ممكن تجيلك سؤال. موبيليتي ديبندز اون، وجت على فكره في فاينل قبل كده، تعتمد على التنقل. بص ببساطه جدا، انت بص بالاختيارات كده، الموبيليتي تعتمد على ايه؟ ممكن صوره حركتي تتاثر بايه؟ باي حاجه هتاثر في السكاترنج. شفت من فائده المقدمه اللي فاتت، اي شيء خارجي هياثر في السكاترنج، فبالتالي هو هياثر على الموبيليتي. فوكاني ممكن اقول ايه اللي قدام المخ كده، وكاني ممكن اقول ان الموبيليتي ان جنرال تتاثر بالسكاترنج. بس هو مين اللي بيأثر في السكاترنج؟ في حاجة اسمها ان انا هضيف سكاترنج، يعني انا افتح الزر اضيف سكاترنج؟ لا، انا هعمل حاجة تزود السكاترنج. زي ايه؟ زي ان ارفع درجة حرارة، او ان اغير في درجة حرارة، او اغير في الدوبنج، ان انا اضيف شوائب. فلما تضيف شوائب ده يعمل لك مشكلة في الموبيليتي، ولما تزود الحرارة او تنقصها يأثر في الموبيليتي. طب ايه طريقة التأثير؟ انت فكر فيها براحتك، وقف ما تقرأش وفكر فيها. لما اعلي الحرارة الموبيليتي هتزيد ولا تقل؟ اول حاجه تيجي في دماغك تقول لي ايه؟ حراره حلوه فتنشطني فتحركني. اقول لك لا، ده مش تفكير صحيح. فكر ان في ذرات جنبيه وانا بتحرك، فالذرات دي اول ما انا اسخن ايه اللي هيحصل لها؟ هتهتز اكتر، هتكتسب الذرات، اللي هتكتسب نشاط مش انا، الذرات اكبر مني بكتير. فلما الذرات تكتسب نشاط هيحصل لها ايه؟ هتهتز اكتر، واهتزاز اكتر يعني تشتتات كتيره. اللي حصل يا سلام، نزلت تحت خالص، كل ده هناخده ما تقلقش. حلو، لما الذرات تهتز اكتر هيبقى في تشتتات كتيره، يبقى حركتي انا هتبقى اصعب، يبقى الموبيليتي تقل. يبقى عند رفع درجه الحراره تقل الموبيليتي. هيجي لك سؤال، عند رفع درجه الحراره هتلاقيني بقول لك اهو، كل ما تزيد الحراره او التمبريتشر يزيد اهتزاز اللاتس او اللي هو الاستراكشر بتاع السيمي كوندكتور، وبالتالي يصعب عليها الحركه فالموبيليتي تقل. يبقى التناسب عكسي، ما تشيلش التناسب ده وتحطه ثابت، لان هو التناسب عكسي كمفهوم ولكن مش لينير، ولا حتى عكس اللينير، لا. طيب الدوبنج بيتاثر سترونجلي، بيتاثر بشده بالحاجتين دول، تحفظهم تمبريتشر والدوبنج. الدوبنج هيعمل ايه بقى؟ ايه علاقه الدوبنج بالتشتتات؟ لما هتضيف ذرات جديده، اسال نفسك، لما انا هضيف ذرات جديده للماده هتهتز مع اللي موجود اوريدي. فلما تزيد الاهتزازات اللي بتاعت الذرات اللي انت ضفتها اللي هي الشوائب، يعني كترت على نفسك الذرات اللي بتهتز اثناء حركتك، يبقى هتعوق حركتك، يبقى الموبيلتي هتقل برضه. يبقى كل ما تزود الدوبنج، يعني تضيف شوائب اكتر، يزيد امكانيه حدوث السكاترنج فتقل الموبيلتي. يبقى الموبيلتي تتناسب عكسيا مع سواء انت حاطط اكسبتورز ولا حاطط دونرز، حاطط مواد متبرعه ولا مواد مستقبله للالكترون. ات جيفن تايم طبعا لازم تكون الحراره ثابته، لان لو الحراره مثلا بتقل والدوبنج بيزيد، فلازم نشوف بقى مين فيهم تاثيره بيبقى اكبر. يعني خلي بالك، لو انت قللت الحراره انت هتقلل من النشاط، من اهتزاز الذرات الموجوده، ولكن انت عملت تزود الدوبنج. يبقى في تو فاكتورز واحد عالي وواحد بينزل، واحد بيعلى واحد بينزل. فالتوتال على الموبيلتي ما اقدرش احدده غير لما اعرف مين تاثيره اقوى، وده مش موضوع خالص. جميل. يبقى الفي دريفت، نرجع الموضوع تاني، تتناسب طرديا مع الالكتريك فيلد. العلاقه بينهم خطيه، انا هنا بقى عايز اخدك لموضوع مهم. قطعت في النص السكه عشان اعرفك ان الموبيلتي مش ثابته دايما، بتتغير، بتتاثر بشويه حاجات. جميل؟ ايه بقى اللي احنا عايزين نرجع له؟ ان الفي دريفت كانت بتتناسب مع الالكتريك فيلد. العلاقه بينهم خطيه، شيل التناسب وحط ثابت، ولكن امتى؟ امتى العلاقه دي صح؟ فقط عند القيم المنخفضه للالكتريك فيلد. طول ما انا شغال بالالكتريك فيلد طبيعي كده عادي في القيم الحلوه اللي تحت،
تبقى العلاقه الخطيه والفي دريفت فعلا بتساوي موبيليتي في الالكتريك فيلد. ولكن لما اعلي الالكتريك فيلد قوي السرعه هتعلى جدا، هل هتقدر تعلى الى ما لا نهايه؟ دايما عرفنا ان في ليميتيشن، في محدوديه، هقف عند نقطه معينه. فلما تفضل تعلي الالكتريك فيلد ماشي يا فرحتي، هتفضل تعلي السرعه تعلى لحد ما الالكتريك يقول لك خلاص انا ده اخري في السرعه، سرعه انجرافي وقفت لحد هنا. ايه اللي يحصل بعد كده بقى؟ توصل لحاجه اسمها الفي ساتوريشن، يعني السرعه القصوى. بعدها كل ما تدي الكتريك فيلد زياده، اعرف السيناريو اللي هيحصل، كل ما هدي الكتريك فيلد زياده بدل ما يعلي لي السرعه هيلاقي السرعه خلاص اخرها، يقوم رايح معلي طاقه اللاتس. فايه اللي يحصل لما يعلي طاقه اللاتس؟ تزيد اهتزازها، تزيد التشتتات، تقل الموبيليتي. ايه ده يعني الموبيليتي مش هتبقى ثابته؟ مش هتبقى ثابته عند القيم العليا او القيم العاليه للالكتريك فيلد. يبقى احفظ بقى الكلام من هنا ورايح. اما يكون في قيم منخفضه للالكتريك فيلد يبقى الفي دريفت، اهي الفي دريفت بتساوي الموبيليتي في الالكتريك فيلد، وتكون الموبيليتي قيمه ثابته. وبالتالي العلاقه لو رسمنا كده علاقه الفي دريفت فوق والالكتريك فيلد تحت تبقى العلاقه خطيه، العلاقه عامله كده. جميل. ده امتى؟ عند قيم الالكتريك فيلد المنطقيه لحد مثلا رقم معين من الالكتريك فيلد 5 6 9 10 ارقام حلوه قليله. اول لما تعلي قوي الالكتريك فيلد، طول ما انت عمال تعلي السرعه بتعلى، هتوصل لمكان اخرج بقى حاجه اسمها الفي ساتوريشن. في سات كده يعني في ساتوريشن. حلو. السات ده امتحان جامد قوي على فكره، بدور عليه وذاكره هيعجبك يعني. المهم السرعه العليا دي او القصوى اسمها في ساتوريشن، ساعتها بيبدا السرعه تثبت تثبت على كده، وانت عمال تزود الالكتريك فيلد فتلاقي الشكل السرعه ثبتت خلاص. ولكن ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني السرعه ثبتت اهو، ايه اللي بيحصل فوق؟ انا عمال ازود الالكتريك فيلد، ولكن هنا بقى في الفتره دي في المرحله دي الموبيليتي، الموبيليتي هي اللي هتقل. تقول لي ازاي الموبيليتي هتقل؟ يعني اصلا الماده نفسها قابليتها للحركه هي اللي هتبقى هتقل ازاي؟ اقول لك لانك عمال تزود الكتريك فيلد، يعني عمال تدي طاقه للسيستم، فانت اكنك عملت ايه؟ زودت اهتزاز الذرات. فلما اهتزازها يزيد السكاترنج فيقل الموبيليتي. يبقى طول ما انت كنت هنا كان مجهودك بيضيع او بيروح في تزويد السرعه، لما وصلت للقيمه القصوى للسرعه مجهودك الزياده اللي انت عملت تضيفه بيروح في اهتزاز الذرات، يعني في اضعاف حركه الالكترون. فهمت الفكره ايه؟ يبقى لو جه سالك الموبيليتي تكون قيمه ثابته تحت مقدار تحت قيم معينه من الالكتريك فيلد ولا فوق قيم معينه من الالكتريك فيلد؟ تقول له تحت. هنا في المنطقه دي الموبيليتي ثابته، لكن هنا الموبيليتي متغيره بالنقصان، تبقى محدد كده متغيره بالنقص، تنقص بتقل. ده كان سؤال في فاينل كان جاي يقول له الموبيليتي قيمه كونستانت تحت قيمه معينه من الالكتريك فيلد، هي دي الاجابه الصح. تحت قيمه ايه؟ القيمه دي مثلا طول ما انت تحتها فانت عندك موبيليتي ثابته قيمه معينه اللي هي السلوب، اسم الواي على الاكس، اسم الفي دريفت على الالكتريك فيلد. ولكن فوق القيمه دي بقى اللي هي اسمها ايه؟ الاي اللي تجيب لي ساتوريشن، فوقيها بقى لا الموبيليتي مش ثابته، الموبيليتي بتتغير وبتقل. ده فهمي والله. طيب السرعه القصوى اللي احنا قلنا عليها لنوصل لها اللي هي الفي ساتوريشن بتكون كومبارابل، مش مساويه، لا كومبارابل مع الفي ثيرما. الفي ثيرما دي اعلى حاجه، ده السرعه العشوائيه اللي كانت في الاول خالص قبل ما نحط الالكتريك فيلد اصلا. فلما انت زودت الالكتريك فيلد جامد حركت الالكترون بسرعه عاليه وصلت ان تقارن او تكون قابله للمقارنه مع الفي ثيرما، يعني فاكتور منها نصها ربعها عشرها 25 الى اخره. فاهم الفكره؟ دي معنى كلمه كومبارابل مع الفي ثيرما، بتكون عاليه وخلاص يعني. تزداد، انا بقى لو قلت فوق هتلاقيني كاتبه لك هنا تزداد الفي دريفت زياده خطيه بزياده الايه؟ الاي اهو زياده خطيه، ده خطيه ودي خطيه سواء الكترون او هول. هقول لك ليه فيهم واحد فوق الثاني. حتى نصل لقيمه عاليه من الالكتريك فيلد وعندها نصل للسرعه القصوى، السرعه القصوى بعدها اللي هي في ساتوريشن، بعدها لحد عندها كده كانت الام الميو كانت كونستنت، بعدها الميو هتبقى متغيره وبتقل رغم ان السرعه ثابته. على فكره عايز تفهم بطريقه ثانيه اقول لك حاجه حلوه، الفي دريفت تساوي ميو في الالكتريك فيلد، صح كده؟ الفي دريفت هنا فين؟ المنطقه دي مالها؟ ثابته، يبقى القيمه دي ثابته، حط على دايره كده عشان تعرف انها ثابته. يبقى لو الالكتريك فيلد انت عملت تزوده لازم عشان يدي التوتال ثابت كونستنت، يبقى دي يحصل لها ايه؟ تقل هي كمان. على فكره ده مش بس انا كل اللي قلته فوق، كل بقى حته ان المجهود الزايد هيروح في اهتزاز اللاتس والحاجات دي، لا لا سيبك منه. رياضيا المعادله ايه؟ انا قلت لك الفي دريفت بتثبت هنا لان وصلت للقيمه القصوى من السرعه، يبقى الناتج ثابت. يبقى لما يكون حاجتين مضروبين في بعض متغيرين بيساوي رقم ثابت، لو واحد فيهم عالي الثاني لازم يقل عشان توتال يديني نفس القيمه، يديني الفي دريفت الثابته دي. فهمت؟ عشان كده لما اقول لك انت عمال تزود الالكتريك فيلد تحت وبالتالي فوق الميو بتحصل لها ايه؟ بتقل. يا رب تكون فهمت كل ده عشان تجاوب سؤالين ثلاثه في الامتحان، عشان تبقى فاهم حلو. اما نخلص هتكتشف انك فهمت شاطر باذن الله، يعني نوعا ما حلو، وبدعي لو فهمت حلو او ما
ما تدعيش عليا لو فهمت ما فهمتش خالص يعني. هتلاقيني كاتب لك الكلام اهو، النيو كونستنت بتساوي في دي على الـ على الالكتريك فيلد في المنطقه الاولانيه في الريجن 1، ولكن بعد بعد ما توصل للفي ساتوريشن بتبقى الفي هي اللي كونستنت، فيبقى لو واحد فيهم عالي الثاني يقل على طول. ليه بقى؟ كنت راسم الكيرف فوق بتاع الهولز تحت الالكترون، الالكترونز ليه فوق؟ يعني عند اي قيمه من دول من الالكتريك فيلد لو طلعت هتلاقي سرعه الهول ابطا من سرعه الالكترون عند نفس القيمه اهو. تطلع عند اي الكتريك فيلد، انا حاطط الكتريك فيلد مثلا ب 10، لقيت الهول اتحركت بسرعه معينه 5 مثلا، في حين الالكترون اتحرك ب 8، يبقى الالكترون اتحرك اسرع، يعني معنى كده ان هو اخف في الحركه. يعني الموبيليتي بتاعت الالكترون اكبر من الموبيليتي بتاعت الهول. بس ثانيه، ان اول كيسز لا، مش ان اول كيسز، الالكترون سهل اتحركه عن الهول في اغلب الكيسز، ان موست كيسز، ولكن مش اول كيسز. ليه؟ لان هو انا اصلا ليه سهل حركه الالكترون؟ لان الالكترون خفيف، ده بالبلدي كده بالحب يعني. طب وليه صعب حركة الهول؟ لان الهول تقيله. طب هو السؤال، هي الالكترون اخف من الهول دايما؟ قلنا لا، من الدرس اللي فات كان جاي قال لك في سؤال ان اول كيسز الالكترون بيبقى اخف من الهول، قلنا له لا، في ماده اسمها الجاليوم فوسفايد بيبقى فيها الالكترون اتقل من الهول، فعشان كده قلنا ان في استثناءات، ولكن ان موست كيسز الالكترون اخف، بس فحركته بتبقى اسهل، فالموبيلتي بتاعته بتبقى اعلى. فهمت الفكره ايه؟ فبما ان الموبيلتي بتاعته عاليه يبقى الفي دريفت بتاعته عند نفس الالكتريك فيلد تبقى اعلى، ان الفي دريفت بتساوي موبيليتي في الكتريك فيلد. فانا عند نفس قيمه الالكتريك فيلد يبقى الموبيلتي بتاعته عاليه هيتحرك بسرعه اعلى. كلام منطقي على فكره جدا، يعني هو سهل الحركه، فلما اجي احركه هيتحرك بسرعه عاليه عند نفس الالكتريك فيلد، في حين التخمه الثاني اللي هو الهول لسه بيتحرك بسرعه ابطا. فاهم الفكره ايه؟ ولكن الجراف ده صالح ان موست كيس وليس ان كل الكيس. طب عايز تعرفها رياضيا، مش الميو بتساوي كيو في تي على الام ستار اللي هي الافكتيف ماس؟ اه. طب ما الافكتيف ماس بتاعت الالكترون قلنا اقل، يبقى هنا بتاعت الالكترون اقل، يبقى المقام بينقص، يبقى التوتال بيعلى، يبقى الميو بتاعت الالكترون اكبر. في حين انك لو حطيت كتله الهول كتلته عاليه، كتله الهول عاليه، يبقى المقام كبر، يبقى التوتال قل، يبقى الميو بتاعت الهول قليله، يعني حركته مش قابله للحركه قوي، ثقيله يعني. بس هو ده اللي انا كاتبه تحت هنا بالتفصيل. وصلنا لايه دلوقتي؟ لثلاث قوانين بس، كل اللي فات ده في ثلاث قوانين، عشان تفهم 12 صفحه في ثلاث قوانين اللي انت تستخدمهم في الامتحان بقى، تلاقيهم في الفورمولا شيت بس، بقيت فاهمهم وتعرف تجي لك عليهم اسئله نظري تعرف تحلها. الفي دريفت بتساوي الكتريك فيلد في ثابت، الثابت ده بقى ركز في الكلام، ميو اللي هو الموبيليتي ان او ميو بتاعت الهول، الموبيليتي بتاعت الان بتاعت الالكترون او الموبيليتي بتاعت الهول. طب ليه حطيت سالب هنا؟ لان شحنه الالكترون سالب، عشان كده حطينا سالب. طب في الفي دريفت بتاعت الهول لما اكون بحرك هول، لا شحنتها موجبه، فالقانون فيه موجبه. يبقى الفرق الوحيد ان الفي دريفت بتاعت لو الكترون تحط سالب، سالب ميو ان في الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس، سيبك من الاتجاه، في اتجاهه وخلاص ان وان دايمنشن. ولو هو هول لا، يبقى ثابت اللي هو الميو او اللي هي الموبيليتي مضروبه في الالكتريك فيلد، وده هتلاقيهم الاثنين في الفورمولا شيت. الموبيليتي نفسها بقى بتساوي ايه؟ اهي هتلاقيني كاتبها لك تحت، كيو تي على الام. مين الكيو؟ شحنه الحاجه اللي بتتحرك. مين التي؟ ده بنسميه مين فري تايم او مده الحركه او زمن الحركه، او ساعات بنسميه تي ار كده، يعني ار اختصار ريلاكسيشن، ريلاكسيشن تايم، زمن مش عارف ايه بقى مش عايز اترجمه. الام ستار او اللي هي الافكتيف ماس بتاعت الحاجه اللي بتتحرك، دايما تعرف كل حاجه كده حسب نفس الشيء، كلهم بيتكلموا عن نفس البارتكل. طيب ماثيسنز رول، اخد نفس كده واجي. طيب نرجع تاني، هتلاقي هنا بقى بيبدا يكلمك، احنا خلاص خدنا الموبيليتي وخدنا الانتقال بتاع الالكترون وبيكون ازاي، بس احنا كل ده لسه ما ايه ما دخلناش في المهم برضه قوي. دي بقى اخر حاجه هناخدها ونخش في المهم، هقول لك ايه هو دلوقتي. وطبعا ده كله في السلايد، ما تقلقش انا بشرح منهج مش حاجه جانبيه يعني. الماثيسنز رول او اللي هي قانون كده هتاخده بسيط جدا. ايه القانون ده؟ وظيفته يقول لك لو انا عندي سببين او اكتر، اكتر من سبب يعني، للسكاترنج، ازاي اجيب توتال التاثير بتاعهم على الموبيليتي؟ يعني ازاي بالبلدي كده يكون عندي سبب لتقليل الموبيليتي وسبب اخر لتقليل الموبيليتي، ازاي اجيب توتال تاثيرهم هيديني في الاخر موبيليتي عامله ازاي؟ يعني عايزين نعمل تجميع للموبيليتيز، موبيليتي جنب موبيليتي نجمعهم ازاي؟ فاكر المقامات؟ مقامه جنب مقامه كنا بنجمعها يا اما سيريز لبارلل، نفس الكلام ده عايزين نشوف بقى هنجمع الموبيليتي بانه طريقه. فمنطق بسيط جدا، قال لك تعالى نشوف هنجيب توتال التاثير على الموبيليتي لو في اكتر من نوع من السكاترنج. لو انا عندي النوع اللي على الشمال بسبب مثلا الامبيوريتي، يعني حطيت شوائب، الشوائب دي عملت بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، المهم ان انا حصل شيء بيسبب لي انحراف للالكترون او سكاترنج ليه. وسبب تاني هنا وهو انحرافه بسبب اهتزاز الاتومز نفسها، يبقى كده عندي تو ريزونز او تو سببين للسكاترنج. جميل.
هنبدأ نشتغل بطريقة بسيطة قوي. هنجيب الاحتمالية. يعني ايه الاحتمالية؟ احتمالية التصادم هنا واحتمالية التصادم هنا، ونبدأ ندمجهم مع بعض. نشتغل شغل probabilities، شغل مادة probability اللي انت خدته بكده. كلام بسيط قوي، احنا في احتمالية للتصادم هنا واحتمالية للتصادم هنا. لو دمجتهم على بعض يبقى عايز اجيب احتمالية التصادم مع اي منهما، احتمالية التصادم مع ده او ده. فاكر كلمة او؟ بقولك او كده اهو، كنا بنعملها كاور، بنقول اور او اللي هي او. فكنا بنجمع ساعتها لو انت فاكر القانون، يعني اللي هي اسمها ايه، خلينا بس في الموضوع. يبقى عايزين نجيب احتماليه التصادم هنا واحتماليه التصادم هنا عشان نعرف نجيب احتماليه التصادم لو الاثنين موجودين at the same time، لو في امبيوريتيز موجوده مع الذرات الاساسيه. فيبقى توتال التشتت عامل ازاي؟ الميوت التوتال مالها؟ طيب اللي هنا اجيب احتماليته ازاي؟ قال لك هنشتغل بالتايم. في طريقه ثانيه، في طرق ثانيه كتير للاثبات، ولكن خلينا نشتغل باسهل طريقه فيهم وهي التايم. التايم اللي هاخده عشان اصطدم هنفترض اسمه دي تي. دي تي هو تايم الاصطدام، اللي هو الوقت اللي هاخده عشان اتشتت. في كل تشتتات هتحصل هعملها بزمن اسمه دي تي، على الزمن التوتال اللي انا خدته اسمه تي وخلاص كده، او تي بار ساعات بيحطوا فوقيها شرطه كده مش فارقه معاك حاجه، اللي هي التي بتاعت المين فري تايم. يبقى هقسم الجزء بتاع الزمن اللي اتشتتت فيه على توتال الزمن كده، اداني ايه؟ اداني احتماليه التشتت. لما اقول لك انا شغال لمده 5 ثواني واحتماليه ان انا اتشتت 1/10 ثانيه او 1 ثانيه وخلاص، احتماليه ان انا اتشتت 1 ثانيه. يبقى ايه احتماليه، قصدي زمن التشتت 1 ثانيه، يبقى ايه احتماليه ان انا اتشتت؟ تقول لي 1/5. يعني انا شغال 5 ثواني، ايه احتماليه ان لو في اكشن او ايفنت معين بيحصل في ثانيه، ايه احتماليه ان يحصل؟ 1/5. يبقى قسمت الجزء بتاع الحدوث على توتال الزمن. فقسمت هنا زمن التشتت على الزمن الكلي، اداني احتماليه التشتت الاولانيه يبقى على تي 1، وهنا تي تي على تي 2، ان انا ده هيحصل في زمن وده في زمن، يعني الزمن بتاع ده توتال والزمن بتاع ده توتال ثاني. او ممكن تسميهم كده، بص ممكن تسمي ده تي بتاعه الايونيزيشن ده تي اي، ودي التي بتاعه اللاتس، يعني السكاترنج اللي حصل من اللاتس، فاهم الفكره؟ او توتال حركتي في وجود اللاتس. طب ليه الدي تي ما غيرتهاش؟ لان ده انفينيتيسمال، ده صغير جدا، يعني ده زمن صغير جدا بيعبر عن التصادم هنا او هنا، والاثنين بيبقوا ايكوال، فاهم الفكره؟ طب ده احتماليه التشتت هنا واحتماليه التشتت هنا، احتمال تشتتهما معا ان انا اتشتت هنا او هنا، فاو دي كنا بنحط زائد. ونقول احتمال التوتال احتمال حدوث الف او باء او اي او بي، كنا بيبقى احتمال اي زائد احتمال بي، لان مفيش هنا تقاطعات، فمش هنقول ناقص التقاطع، لا مفيش تقاطعات اصلا، فاهم الفكره؟ مستحيل يتشتت في الاثنين في نفس الوقت او في ات ذا سيم تايم يعني، فما خليناش نتعمق اكتر. يبقى احتماليه الاول زائد احتماليه الثاني ده هيديني الاحتماليه التوتال. طب ايه الاحتماليه التوتال؟ ان انا اتشتت في التوتال تايم، اهو تايم توتال توتال بس كده، صح كده؟ يعني ممكن تكنسل دي مع دي مع دي، ويطلع لك ان 1 على التايم توتال، انزل تحت هنا هتلاقي 1 على التايم توتال بيساوي 1 على التايم بتاع الايونيزيشن على 1 بتاع التايم توتال بتاع اللاتس، لاتس وايونيزيشن. جميل قوي كده. طيب ما الميو؟ انا عايز اجيب يهمني الميو، يهمني توتال الموبيليتي مالها. الميو بتساوي كيو في تي على ام، الكيو كونستنت والام كونستنت لنفس الماده، للالكترون او الهول او الى اخره. يبقى بتتناسب طرديا مع ايه؟ مع التي. يبقى الميو بتتناسب مع التي. يا يعني ممكن اشيل كل تي من دول واحط ميو وخلاص كده. طب واحد يقول لي لا مش مقتنع قوي، خلاص اقول له ولا يهمك، شيل كل تي وحط قيمتها. قيمتها يبقى ميو في ام على كيو، هيبقى هنا ميو في ام على كيو توتال، ميو قصدي توتال في ام على كيو، وهنا ميو ال في كيو على ام، ميو كيو ميو في ام على كيو، هتلاقي كيو على الام اتكنسلوا كلهم مع بعضهم. بقيت فاضل لك برده ان 1 على ميو، اكنك شلت تي وحطيت ميو، لان التناسب بينهم طردي. يبقى 1 على ميو توتال بيساوي 1 على ميو او الموبيليتي اللي جاي لنا من اللاتس زائد 1 على ميو اللي جاي لنا من الايونيزيشن او صوره الحركه في الايونيزيشن. الشكل ده شبه ايه؟ شبه لما كنا بنجمع مقاومات امبارل، مقاومات على التوازي. فكان مين اللي بيتحكم في التوتال؟ لو انا عندي المكان هنا التصادم بتاعه بيخليلي صوره الحركه قليله، وده بيخليني قليله قوي، فايه التوتال؟ هيبقى قليله قوي، اقل من القوي دي، فاهم الفكره؟ فاللي بيتحكم هو اللي بيعوق الحركه بمقدار اكبر، او ان الموبيليتي بتاعته اقل. فلو كل ما تكون الموبيليتي بتاعتك اقل، كل ما انت كل ما التوتال لازم يبقى انت او اقل منك. فاكر انت لما كنا نوصل مقاومتين، كنا نعمل مقاومتين كده، هنا 1 وهنا 2، يبقى التوتال لازم يبقى اقل من الواحد، لازم التوتال بتاع الاثنين دول مع بعضهم التوازي بتاعهم يدينا اقل من الواحد. ليه؟ يدينا اقل من اقل واحد، فاهم الفكره ايه؟ طيب فعشان كده قلنا هنا ان الواحد على الموبيليتي بيساوي 1 على الموبيليتي ال زائد 1 على الموبيليتي اي اللاتس او الايونيزيشن. طب ممكن يكون في اكتر من سبب، ممكن بعد كده بتقول ايه؟ تقول زائد وتكمل بقى، واحد على الموبيليتي 3، واحد على الموبيليتي 4، حسب انت معاك كام سبب من السكاترنج.
فاهم الفكره؟ فلو ادالك موبيليتي وموبيليتي وعايز توتال موبيليتي بنشغل بنشتغل كانهم مقاومات على التوازن بنفس القانون بتاعك، وتبقى انت فاهم القانون ده جه منين؟ جه من مبدا احتماليات بسيط قوي عشان يعبر لنا عن احتماليه التشتت هنا واحتماليه التشتت هناك. فبيقول لك لوست، ده سؤال بيجي في الامتحان، يقول لك لوست موبيليتي از ذا دومينيتنج وان، يعني اللي بيتحكم في الناتج هو اصغر واحد، لازم الناتج يطلع قده او اصغر، لازم الاقل ميو موجوده يطلع الناتج اقل منها. زي يعني ببساطه جدا لو انت جبت تو سيستمز كده حلو، تو يعني في سببين للتشتت، واحد فيهم التشتت فيه بمقدار 5 والثاني التشتت فيه بمقدار 10 حلو، او خلينا نقول ان 5 ل 10 دي هي الموبيليتي، يبقى الحركه هنا مالها مش سهله قوي، لكن الحركه هنا سهله جدا. فانا لما ادمجهم على بعضهم الناتج لازم يخضع للايه؟ للعوائق اللي موجوده في ده، لازم يشتغل على اصعب حاجه على الورست كيس، فيشتغل ان يطلع توتال الحركه 5 او اقل، يعني توتال الحركه صعب لان في واحد هنا مليان عوائق تخليه يعوق الحركه يعني، فاهم الفكره؟ فبنشتغل على أسوأ حاله اللي هو اقل ميو موجود، اقل موبيليتي قائمه موجوده يعني. يا رب تكون فهمتها. طيب كل ده احنا لسه احنا خدنا موبيليتي، خدنا حركه الالكترون اللي هي السرعه بتاعته، ما خدناش الكرنت. فين الكرنت؟ انت بتتكلم كل ده على سنجل الكترون او سنجل هول، واحد كل واحد فيهم بيتحرك، احنا عايزين بقى التوتال الكرنت اللي هيطلع، كام الكترون هيتحرك ورا بعضه كده ويديني كرنت، بنسميه الدريفت كرنت او الكرنت المنجرف، التيار المنجرف اللي جاي من حركه الالكترونات نتيجه وقود الكتريك فيلد. كل ما تشوف كلمه دريفت سمع الحوار ده، قول ده التيار اللي قادم. لو قلت لك دريفت فيلوستي السرعه اللي بيتحرك بيها الالكترون لما يكون في الكتريك فيلد مطبق وابلايد يعني. طب والدريفت كرنت هو التيار اللي هينشا من حركه الالكترون اثناء وجود او اثناء تطبيق الكتريك فيلد، بتبقى فاهم كل حاجه وانت بتكتبها. بعد ما عرفنا ان الهولز والالكترون بيتحركوا في وجود الالكتريك فيلد ويدوا تيار، عايزين نجيب قيمه التيار، عايزين نعرف قيمه التيار ده بتساوي ايه اللي احنا مسمينه دريفت كارنت ده. فقانونه بسيط جدا هثبته معاك في ثانيتين عشان تفهمه. قال لك افترض ان الكارنت ده ماشي بالمنظر ده، مين هي الان؟ معلش يعني ايه ان؟ اللي هي الكونسنتريشن او التركيز بتاع الالكترونات، دي كثافه، كثافه عدديه، يعني كم الكترون في كل وحده حجوم، كم الكترون في السنتيمتر مكعب. احنا بنعرف الان على انها كم الكترون في السنتيمتر مكعب. فلما كانت بتطلع معاك في الدرس اللي فات ب 10 اس 10 مثلا، قانون 10 اس 10 سنتيمتر اس سالب 3 اللي هي ثانيه قبل الميه، اللي هي اكني بقول 10 اس 10 الكترون لكل سنتيمتر مكعب، فاهم الفكره ايه؟ يبقى الان دي عباره عن ايه؟ كقانون اصلا عباره عن نمبر اوف الكترونز او بارتكلز ان جنرال، نمبر اوف الحاجات اللي انت شغال بيها على ايه؟ على الفوليوم، العدد لكل لوحده الحجوم. طب جميل قوي، يبقى لو انا عايز العدد بتاع الالكترونات اللي انا هشتغل بيه في التيار اضرب الان في البي، اضرب التركيز او التوزيع او الكثافه في الفوليوم يديني العدد اللي فوق ده عشان استخدمه تحت الحته دي. فانا فرضت ان عندي عدد من الالكترونات هنا معدي خلال مقطع معين، المقطع ده الطول بتاعه طول الالكترونات اللي الالكترونات دي ماشيه بسرعه اسمها في دي حلو. لو الطول ده اسمه ال، ال دي واتقطع في مسافه اسمها في وقت اسمه تي، يبقى ال دي بتساوي كام؟ بتساوي في في تي، بتساوي السرعه في الزمن، السرعه في الزمن تديك المسافه. فانا ممكن اقول ان المسافه دي على طول في اللي بيتحرك بيها الالكترونات في الزمن اللي خدوه اللي هو دلتا تي او دي تي، ده المسافه ده الارتفاع بتاع المسافه اللي مشيتها او المسافه اللي اتمشت. جميل. والحته دي الكروس سكشنال اريا هنسميها ان ليها اريا اسمها ايه؟ جميل. يبقى الفوليوم ده كله اسمه ايه؟ اسمه اريا مساحه المقطع في الارتفاع او مساحه القاعده في الارتفاع، يبقى الاريا في الفي دي مضروبه في الدي تي، ده على بعضه كده يدي لك الطول، الطول في الاريا يديك الفوليوم، الفوليوم ده بقى كله مش لو ضربته في الان يبقى انا كده جبت ايه؟ عدد الالكترونز، جبت عدد الالكترونز اللي معديه. طب وعدد الالكترونز دي مش هي عدد وخلاص عدد بارتكلز، انا ما جبتش لسه شحنه في الموضوع. طب لو عايز توتال الشحنات يبقى اضرب عدد البارتكلز طلعت معاك في شحنه البارتكل الواحد، يعني اضربها في كيو، كيو بتاعت الالكترون بنسميها ايه؟ بنسميها اي. حلو؟ طب انت عايز تجيب التيار، يبقى التيار بيساوي توتال الشحنات على زمن، اقسم على دلتا تي او على زمن اللي انت خدته زي ده راح مع ده، طلع لك ان الاي دريفت او الكرنت دريفت التيار المنجرف بيساوي ان البال اللي فوق ده مش حافظه ما حدش بيحط ان اي اي في دريفت، بس كده هو ده الاي دريفت، هو ده التيار المنجرف بيساوي ان، حيث الان هي تركيز الالكترونات، الاي هي شحنه الالكترون الواحد، الاي هي الكروس سكشنال اريا اللي معدي فيه، الفي دي سرعه الانجراف او سرعه الحركه او اللي هي الدريفت فيلوسيتي. جميل قوي، هتلاقيني كاتب لك القانون زي ما انت شايفه،
هتلاقيه باي طريقه، هتلاقيه موجود في فورمولا شي. طب قال لك هنعمل شويه حركات بقى، قال لك فك الفي دريفت، هي الاي دريفت دي، فك الفي دريفت. الفي دريفت بتساوي ايه؟ الفي دريفت بتساوي ميو في الالكتريك فيلد. ممكن تشيل الفي من هنا او الفي دريفت تشيل من هنا وتحط مكانها ميو في الالكتريك فيلد، عشان يبقى جبنا الاي دريفت بدلاله الالكتريك فيلد والموبيليتي. خلاص شلناه، طلع لك القانون زي ما انت شايف ان الاي دريفت بتساوي الاي في الان في الاي، شلنا الفي وحطيناها بكام؟ شلنا الفي دي وحطيناها بقيمتها اللي هي ميو في الالكتريك فيلد، ميو اللي هي الموبيليتي، والالكتريك فيلد اللي هو الالكتريك فيلد المطبق، عشان هو اللي عمل كل ده اصلا، هو اللي سبب في وجود طيار. طب لحد ما انت وصلت للاي دريفت، يجي في السؤال يقول لك ايه وجود الاي دريفت؟ عرفت تجيب ازاي؟ هيكون مدي لك كل دول وتعرف تجيب الاي دريفت، او يكون اي واحد فيهم مجهول وتحتاج تجيب الاي ومعاك الاي دريفت تجيب المجهول ده، او يكون الميو مجهوله تروح تجيبها من الجراف، هيكون مدي لك جراف عنها، او الى اخره بقى حاجات كتير ممكن يلعب فيها، او يكون الان مجهوله وجاها بالدرس اللي فات، يدي لك معطيات تجاهها بالدرس اللي فات، ممكن يلعب بقى لحد ما تقول لي بس شوف ده في المسائل. طب الكرنت دنسيتي ده مفهوم اسمه الجي، صرحناه كذا مره، خدناه قبل كده في كذا كورس كمان. الجي معناها التيار معدي في اريا، يبقى تيار لكل اريا. احنا اخترعناه كمفهوم عشان لقينا ان مجرد التيار مش كافي في التعبير. لما اقول لك التيار معايا 10 امبير والتيار الثاني 10 امبير، بس واحد معدي من مقطع قد كده من سلك تخين والثاني معدي من سلك رفيع خالص، فهل التيار في الاثنين؟ التيار واحد 10 امبير و10 امبير، ولكن في فلو، في حاجه معبره عن الفلو اللي بيعدي. فقال خلاص هندخل فاكتور في الموضوع وهو الاريا. فقال لك هنخترع حاجه اسمها الكرنت دنسيتي او الكثافه، كثافه التيار، تيار لكل اريا، تيار مقسوم على الاريا. قال لك خلاص امسك التيار اللي انت جبت قانونه اللي هو ده واقسمه على الاريا، هيدي لك الجي. يبقى الجي بتساوي ايه؟ نفس ده بس من غير الاريا. يبقى الجي بتساوي ميو في السك، ده بنسميها الكرنت دنسيتي. لو انا شغال على الكترون هيبقى القانون كده، لو شغال على بنسميها جي ان، جي ان. لو شغال على هول يبقى نفس القانون بالملي، بس بدل ما تقول ايه هتقول شحنه الهول اللي هي بنسميها بي. لا ثانية، بدل ما تقول ايه هتقول كيو بتاعت الايه؟ الهول اللي هي نفس كيو بتاعت الالكترون اللي هي ممكن نسميها اي برضه، سيبك منها خليها ايه اللي هي 1.9 × 1.6 × 19. الان هيبقى تركيز الالكترونات هنا تركيز الهولز، هنا الميو اللي هي الموبيلتي بتاعت الهولز، يبقى فوق هنا الموبيلتي بتاعت الالكترونز. احنا مش بنحفظه، احنا فاهمين كل حاجه بنحطها احنا مع نفسنا يعني. هنا الالكتريك فيلد زي ما هو، يعني ممكن تكتب القانون للالكترون وممكن تكتبه ايه للهولز، زي كل ده في الفورمولا شيت. وظيفتك تعرف تجيب ازاي من الفورمولا شيت صح. قال لك بما ان الجي طلعت تتناسب طرديا مع الالكتريك فيلد، يبقى الباقي ده كله ثوابت، وهي فعلا ثوابت. الاي ثابته، ده شحنه، قيمه الشحنه، الان ده التوزيع، الميو. فممكن نلم دول كلهم كده مش ثوابت يعني، ناخدهم كباكج كده كثابت تناسب يعني، وكانه ثابت تناسب ات جيفن تايم. الاي ان ميو دي بنسميها ايه؟ سميناها التوصيليه، لانها شيء بيعبر عن قد ايه تقدر تعدي تيار، او قد مدى تاثير المجال الكهربي على التيار على مرور. هل بيعدي تيار كتير لما اطبق تيار كهربي مجال كهربي، ولا بيعدي تيار قليل لما احط مجال كهربي؟ فسميناها حاجه اسمها التوصيليه، تعبر عن قد ايه الماده دي بتوصل تيار كهربي حلو، بتساوي الاي ان في الميو. يبقى السيجما دي اللي هي التوصيليه الكهربيه او بنسميها كوندكتيفيتي، بتساوي اي ان في الميو، تعبر عن مدى قابليه الماده للتوصيل. يعني ممكن تلم الهيصه دي كلها وتحط مكانها سيجما، ويبقى كده الجي، الجي ايكوال سيجما في الالكتريك فيلد. كل ده في الفورمولا شيت بس تبقى عارف. السيجما دي خلاص، يبقى الجي بتساوي سيجما في الالكتريك فيلد، حيث ان السيجما بتساوي اي ان في ميو. انا كده جايب القانون الاصلي، يعني لو مسكت كل ده ممكن تجيبه اصلا بالاثباتات، بس هو كده في الفورمولا شيت زي ما بقول. ركز في الكلام، تعتمد السيجما عشان دي جايلك عليها اسئله كتير. التوصيليه دي ده اللي احنا هدفنا اصلا نعملها بقى، عايزين نعمل حته سيمي كوندكتور نعملها ديزاين قدام وانت شغال في الشركه، تعمل ديزاين لسيمي كوندكتور تكون توصيليتها كذا كذا، تعمل يكون ليها توصيليه قابليه لتوصيل التيار الكهربي بمقدار فلاني. طب ده نعمله على اساس ايه؟ على اساس الباكج دي كلها. الاي قلنا ثابته، ده شحنه، قيمه الشحنه. يبقى ناقصنا مين؟ الان والميو. يبقى لازم نتحكم في حاصل ضربهم، ما تتحكمش في واحده منهم سيبريتلي كده عن الثانيه او سيبريتد عن الثانيه، لا بتتحكم في حاصل الضرب. فممكن تلاقي ماده الميو بتاعتها عاليه قوي، يعني بتوصل الكترونات حلو جدا، ولكن ما فيهاش الكترونات اصلا، او فيها الكترونات قليله، فالتركيز بتاع الالكترونات قليل، وبالتالي اصلا ايه مش هيفرق معايا انها بتنقل حلو، ما هي اصلا ما فيهاش الكترونات. فاهم الفكره ايه؟ يبقى حاصل الضرب يديني ايه؟ يديني رقم قليل، يعني لو ان دي بصفر حلو والميو عاليه قوي يبقى توتال صفر، ما فيش توصيليه. يبقى انا يهمني حاصل الضرب، ما يهمنيش واحده منهم على حساب الثانيه. يعني لو جيت مثلا في المعدن هتلاقي المعدن ليه توصيليته عاليه؟ ليه بيوصل حلو؟ لان الان بتاعته عاليه، وان كانت الميو قليله شويه. يعني الميو بتاعت الميتال اقل من السيمي كوندكتور، السيمي كوندكتور بينقل احسن،
ولكن في الميتال في غزاره من الالكترونات، غزاره اللي انت خدتها بكده ان البند جاب قليله فبتقدر تطلع الكترونات كتيره، القصه اللي انت عارفها دي. يبقى الان كبيره في حين ان الميو قليله، اه بس حصل الضرب اداني رقم كبير، اداني توصيليه عاليه. يبقى توصيليه الميتال اعلى من توصيليه السيمي كوندكتور. ايه السبب؟ مش عشان الموبيليتي بتاعت الميتال اعلى، لا يعني ما تقولش بالحب كده الميتال احسن يبقى الموبيليتي احسن، لا غلط. الميتال موبيليتي بتاعته اقل ولكن تركيز الالكترونات عالي قوي، فلما تضربهم في بعض يدي لك توتال عالي اللي هي السيجما عاليه عاليه يعني. ده فكره الكوندكتيفيتي عاليه. الثاني بقول لك هو تعتمد السيجما على حصل ضرب الميو في الان وليس على احدهما فقط. مقلوب التوصيليه احنا حابين نعكس المفهوم، قلنا بدل ما نجيب حاجه تعبر عن قد ايه انت بتنقل تيار حلو، قلنا ما نجيب حاجه تعبر عن قد ايه انت بتعوق التيار. يبقى هنقلب الكسر، هنقلب الكسر وواحد على السيجما. لو السيجما كانت خمسه والسيجما الثانيه يعني في سيجمتين، واحده بخمسه واحده بعشره، مين في دول بينقل احسن تيار؟ تقول لي ده. طب عايز اقول مين فيهم بيعوق التيار اكتر؟ تقول لي ده واحد على خمسه وده واحد على عشره. يبقى الخمس اكبر من العشر، يبقى ده فعلا بيعوق التيار اكتر، بيعوقه قوي، عشان كده ما كناش قادرين نمشي هنا تيار كتير. يبقى التوصيليه مرتبطه بالريسستيفيتي او اللي هي المعوقه او المقاومه. الريسستيفيتي اللي هي الار، بس احنا بنسميها هنا رو بقى، مش الار بنسميها رو، اللي هي المقاومه اللي انت عارفها يعني. الريسستيفيتي واحد على التوصيليه، دي كنت انت بتسميها زمان المقاومه النوعيه. كنت بتسميها في الثانويه العامه بتسميها مقاومه نوعيه. حاجه كانت بتساوي رو ال على ايه؟ او رو اي ال على ايه؟ دي الار، الار المقاومه كانت بتساوي رو اي ال على ايه؟ يبقى الرو اي نفسها بتساوي ار في ايه على ال. الكلام ده هتاخده النهارده ان شاء الله، مش فاكر المره الجايه. يبقى الريسستيفيتي بتساوي واحد على التوصيليه، التوصيليه هي عباره عن اي ان في الميو. جبتها منين؟ هتلاقي في فورمولا شيت اثبتناها فوق وفهمنا حضرتك جت منين. دي اللي كانت جنب الالكتريك فيلد في قانون الجي، لان لقينا ان الجي تناسب طرديا مع الالكتريك فيلد. طيب خلي بالك بقى في حته مهمه، الجي دي لو انا حطيت الالكتريك فيلد بالمنظر ده مش معنى كده ان هو رايح للسالب، ماشي من الموجب رايح للسالب، صح؟ يبقى لو في الكترون هينجذب ناحيه الموجب، ولو في هول هينجذب ناحيه السالب، كل واحد بينجذب للي ضده. يبقى في الاخر الالكترون مشي كده صح؟ يبقى تيار الالكترونات ماشي ازاي؟ قلنا التيار اللي احنا بنشتغل بيه هو التيار التقليدي، يبقى التيار بتاع الالكترونات ماشي كده. دي الجي بتاعت الالكترون. تمشي دايما عكس اتجاه الالكترونز، لان احنا كل قوانيننا بنيناها على التيار التقليدي، لو بنفترض ان في شحنه موجبه بتتحرك. يبقى الجي ان بتاعت الالكترونز ماشيه عكس اتجاه الالكترون. يعني ماشيه كده. طيب والهولز؟ الهولز شحنات موجبه اصلا، فهي هتنجز ناحيه السالب، ويبقى بالتالي تيارها في نفس اتجاه حركه الهولز عادي خالص. يبقى دي هنا الجي بي. يبقى في التوتال النهائي الالكترون اتحرك عكس الهول، ولكن في النهايه التيارين اتحركوا نفس الاتجاه. لان الالكترونز ما بنعتبرهاش تيار، بنعتبر بتسبب تيار معاكس ليها، هو تيار الشحنات الموجبه اللي نتجت عن حركتها دي. لما الالكترون ده اتحرك كده سبب وراه بوزيتيف ايونز 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 لحد ما كون لي تيار موجب في اتجاه معاكس. هو ده اللي بنشتغل بيه، اسمه التيار التقليدي، كان اول صفحه ثانويه عامه. هي في النهايه ان التوتال تيار ايه؟ في نفس الاتجاه، يبقى التيار التوتال اجمعهم. يبقى الجي توتال بتساوي جي بتاعت الالكترونز زائد جي بتاعت الهولز، وده اول حاجه قلتها لك النهارده، قلت لك ان التيار جاي من شقين، تيار الكترونات وتيار هولز. تيجي في الامتحان يطلب منك اي واحد فيهم تعرف تجيبه، ما انت القانون بتاع الجي انا مش حافظه، سيجما في اسمها ايه؟ في الالكتريك فيلد، والسيجما اي ان في ميو، يبقى اي ان في ميو في الالكتريك فيلد، يبقى تقوم جايب اي ان في ميو في الالكتريك فيلد للاولاني، ده كده لو هو طلب التيار التوتال يعني، اديك جبت الاولاني، والتيار التوتال الثاني اي في البي توزيع الهولز في الميو دي ميو. بس هنا ميو بتاعت الالكترونز وهنا ميو بتاعت الهولز. ده مختلفة طبعا مختلفة، مين فيهم الأكبر؟ الإلكترون خفيف فبقدر أحركه بسهولة أكتر في أغلب الموست كيسز وليس إن أول كيسز. فكرك بشرحها بس في الإلكتريك فيلد، كل ده هو الجي توتال. جي مالها؟ دي جي دريفت توتال. إن لسه هناخد حاجات تانية. ده أول نوع تيار بتاخده لسه. طيب. خلاص قلنا إن الجي إن كيو في إن في ميو، الكيو دي اللي هي الإي يعني. وهنا ونفس القيمه، نفس القيمه بتاعت الالكترون هي بتاعت الهولز، ولكن الفرق في الاشاره. والجي بي نفس الشكل بالظبط، ولكن بدل ان المفروض دي مش دي مش ان دي بي، دي غلطه مني معلش، دي بي اصلحها ان شاء الله. يبقى توتال الكرنت اجمعهم على بعض، وبالتالي السجمتين هيتجمعوا على بعض لو خدت الالكتريك فيلد كومن فاكتور، يبقى مجموع السجمتين اجمع قانون السجمتين، اجمع اجمع كل ده انا كده وصلت، انا صلحت في الورق بس لسه ما صورتوش. حلو، يبقى اجمع عادي خالص مجموع السجمتين، تجيب السيجما التوتال، يبقى واحد على السيجما التوتال هتلاقيني جماعه هنا مظبوط اهو، يبقى لو طلب منك الريسستيفيتي يديلك واحد على السيجما التوتال، خلاص كده. لو اي واحد فيهم مش موجود اشطب عليك،
ولو مدي لك ال n بس وعايز ال b جاي من القانون بتاع ان بي بيساوي ان اي سكوير مثلا يعني، وكنت ترجع بقى الدروس اللي فاتت، لو مدي لك ال n وانت عارف ال n اي او مدي لك درجات الحراره، فدرجه الحراره اقدر اجيب بيها ال n اي، اجيب ال n اي ومعايا ال n اجيب ال b. فهمت؟ في طرق كتير قوي ممكن يلعب بيها في المسائل، فانت المهم انك تبقى فاهم القانون ده جاي ازاي وتشوف بقى الحل في المسائل بيبقوا شغالين فيه ازاي. نحل ولا نكمل شرح؟ خلينا نكمل شرح. انا هحل ده كله على بعضه لما اخلص. الباند بيندنج وركز معايا. طيب نرجع نكمل، هدي لك بقى موضوع كده ثالث. احنا خلاص خدنا الدريفت كارنت بالموبيليتي بكل ما يتعلق بيه، والمفروض انك تكون فهمته، اتوقع ذلك يعني مطلوب مخرجات التعلم انك تكون فهمته ان شاء الله. تعرف بقى تقوم رايح دلوقتي بعد ما تخلص تقوم جايب اسئله اسمها ايه الموبيليتي، هتلاقيها فوق اهي، سؤال واحد لخمسه في ترو فورز، الام سي كيو من واحد لثمانيه، تقوم رايح تحاول تحلهم. الحل بقى ده مع الشرح اللي انا شرحته يخليك متكامل، يخليك تعرف تحل الامتحان باذن الله، لكن الاتفاق بأحدهما هيبقى غلط، اللي يدي لك الحل على طول غلط، واللي يدي لك الشرح بس يبقى غلط، مش كده بحاول اعمل الاثنين، فلو ما لحقتش اعمل الحل اعمل انت الحل مع نفسك، وانا هحل باذن الله ما تقلقش بقى. طيب ايه الموضوع اللي وراها؟ اسمه الباند بيندنج او طي النطاق. بيندنج يعني طي او انحراف، انك تطوي حاجه، والباند معناه نطاق، نطاق من الطاقه. ده لو انت سمعت الحلقه الاولانيه ده انا تعبت صوتي اتنبح فيه. قلت لك الباند دي مش علبه سلام قاعدين فيها، مش في فوق حاجه اسمها الكوندكشن وتحت حاجه اسمها الفيلنس، علبه بنطلع نقعد فيها هنا وهنا وهنا. لا ده نطاق من الطاقه. ستيتس احتماليات للتواجد. انا ممكن اتواجد في المكان ده، ممكن اتواجد في المكان ده، ممكن اتواجد كالكترون هنا، ممكن اتواجد كالكترون هنا، ممكن كهول هنا الى اخره. ودي اماكن كطاقه. ليه؟ لان في محور على الجنب هنا، مش بنهزر، في محور هنا. فلما اجي اقول لك دلوقتي ان في الكترون هيبقى هنا والكترون هنا، ما تقولش هيقع. هيقع دي لو انت قاعد في منحدر. الكلام ده صح لتبسيط المعلومه لكن مش علم. فاهم الفكره؟ هو الحل ان اقول لك ان طاقته هتقل فهينزل لهذا المكان. خلي بالك عند، خلي بالك ان لما حد يحاول يبسطها لك ما تاخدهاش حرفيا. ما تقولش ده مهندس كبير تقول لهم ده الالكترون هيتزحلق. فاهم الفكره؟ هيعرفوا انك مش اي حاجه. جميل. يعني في هنا على الجنب حاجه بتعبر عن الانرجي، محور راسي، والافق ده بيعبر عن البوزيشن. وهنفترض ان هو الريفرنس بتاعك، يعني بادئين من عند الزيرو، ده الريفرنس بتاعي في الانرجي. جميل؟ طيب، كان عندنا زمان حاجه اسمها الاي في، ثانيه. اي في. ادي لك الموضوع في الاول كده كخلاصه ونقرا بقى الكلام هتلاقي نفسك هو بالظبط فاهمه. وهنا الاي سي. كوندكشن باند، الفيلنس باند. في النص منطقه محرمه اسمها ايه؟ اسمها اي جي او الاي جاب. اي جي كابيتال او سمول اللي انت عايزه. خلاص حلو كده. وفي النص حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الاي انترنسك اللي هو الفيرمي ليفل في حاله الانترنسك كارير كونسنتريشن او في حاله التوزيع النقي، يعني اللي هو الماده النقيه لسه، ده بنسميه الاي اي، بيبقى في النص بالظبط او قرب النص زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. طب ايه المطلوب بقى مني؟ انا بسالك سؤال دلوقتي، فاكر لما قلت لك ان كل دول دلوقتي مفيش اي الكتريك فيل، مفيش اي مصدر خارجي، احنا قاعدين بنتفرج على الماده. الماده مدينا شويه حراره مش مدينها، قاعدين عند الروم تمبريتش بنتفرج على الماده. ففي الكترون ساب مكانه وراح هنا لقينا هول، كلام طبيعي جدا. ايه اللي انا بطلبه منك بقى؟ قلت لك ساعتها ان كل الكوندكشن باند وكل الفيلنس باند بنسميهم فلات باند. يعني ايه فلات باند؟ يعني البوتنشال بتاعهم واحد. ازاي الكلام ده؟ كل المنطقه دي مش الالكترونات بتاعت الذره كلها، دي الكترونات التكافؤ اسمها فيلنس، فيلنس تكافؤ. فهي الكترونات تكافؤ، وكل الالكترونات اللي في التكافؤ اللي في المستوى الخارجي، بص انا قلت ايه؟ في المستوى الخارجي، اكدت على الجمله، يبقى المستوى ليه ايه؟ نفس البعد او نفس الوضع من النيوكليوس، يبقى بالتالي ليه نفس البوتنشال. فبنقول ان في اللحظه دي كل دول، كل المستويات من الطاقه اللي هنا او كل الهولز اللي هنا ليها نفس مستوى الطاقه. ليها نفس ايه؟ نفس البوتنشال انرجي، نفس البوتنشال او بوتنشال. عم كسر اكتب ان ده ماوس قبل لان ليها نفس البوتنشال فبنسميها فلات، بنسمي ان الباند دي كلها فلات. يعني ليها نفس القيم، او بنقول لها مصطلح اخر، بنقول ان البوتنشال اندبندنت على البوزيشن، اندبندنت اوف بوزيشن. يجي كل دي اسئله، يجي لك السؤال يقول لك هل وانت شغال كده من غير اي الكتريك فيلد ولا اي حاجه خارجيه، احنا شغالين اهو زي ما احنا بادئين، كله افقي، كله مستوي، كله زي الفل، هل ساعتها بيكون انت معتمد على البوزيشن؟ قول له لا، اندبندنت على البوزيشن. يعني ايه بقى؟ يعني الالكترون اللي هنا، وعلى فكره نفس الكلام في اللي فوق، اللي فوق كلهم متحررين، فقلنا التحرر بتاعك ده كله ليه نفس البوتنشال، الاختلاف بس يبقى في الكينيتيك، في طاقه الحركه، وده استفدنا في شرحه. الالكترون اللي هنا الكترون واحد ده، وفي الكترون اثنين هنا. حلو، وفي الكترون ثلاثه هنا. قول لي كده الالكترون واحد والالكترون ثلاثه،
ايه علاقتهم ببعض في البوتنشال؟ تقول لي متساويين. ده اي حد في الدنيا يقول لي متساويين. تقول لي حتى ليهم ايه؟ ليهم على الواي اكسس نفس القيمه من الطاقه، فدي مفهومه انهم متساويين ليه. طب واحد واثنين ايه علاقتهم في التوتال انرجي؟ تقول لي اثنين اعلى في التوتال انرجي عشان على الواي مديني حاجه اعلى. طب ايه علاقته بقى، علاقه واحد باثنين في البوتنشال بس؟ حلو. اقول لك حاجه، ايه علاقته في الكاينتيك الاول؟ تقول لي اللي فوق معنى ان هو طلع فوق قوي كده يبقى طاقته عاليه، يا بيتحرك بسرعه اكبر يبقى الكاينتيك عاليه. يبقى اللي فوق ده فعلا في الكاينتيك اعلى من اللي تحت. جميل، يعني طاقته اعلى من تحت في الكاينتيك وكتوتال. لكن في حاجه ثابته، في ترم ثابت ما اتغيرش، هو ترم ايه بقى؟ هو البوتنشال. البوتنشال بتاع اللي تحت زي اللي فوق بالملي. يبقى الثلاثه دول في البوتنشال سواء، كلهم متساويين. ليه؟ لان كلهم في الكوندكشن باند، والكوندكشن باند يعني معناه انت الكترون متحرر، وكل المتحررين في حاله ان مفيش اي مصدر خارجي عمالين يخبطوا في بعض ومديني نت كارنت بزيرو. ده مالهش علاقه فوق لان مفيش الكتريك فيلد. ففي الاخر انا قاري الموضوع ايه، او انا نظرتي للمساله ايه، على ان مفيش اي اختلاف في البوتنشال، كلهم ليهم نفس البوتنشال. البوتنشال لو انت فاهمه صح، البوتنشال هو الجهد بتاعي. جهد يعني ايه؟ يعني قد ايه انا في مقاومه للمصدر بتاع الجذب. بص مش عايزين نخش في الحته دي. المهم انت يعني الكوندكشن اللي فوق الباند كلها والفيلنس باند كلها منطقه فلات، لا تعتمد على البوزيشن. المنطقه النقطه اللي هنا او الالكترون اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا في ايه؟ في البوتنشال. لكن في التوتال قيس بقى على الواي. الواي ده هو التوتال، الواي اكسس هو التوتال انرجي. فيبقى ده ليه توتال اعلى من الاثنين اللي تحت. الاثنين تحت ليهم توتال قد بعض وليهم بوتنشال قد بعض. الثلاثه بقى الثلاثه ليهم بوتنشال قد بعض. اما مين اللي خلى التوتال يختلف؟ هو الكاينتيك. يبقى الاختلاف التوتال كان تبعا لاختلاف الكاينتيك. اللي فوق ده كاينتيك عاليه فبقى التوتال بقى اعلى، واللي تحت ده الاثنين قد بعض في الكاينتيك وقد بعض في البوتنشال لزمن يعني، يبقى بالتالي ايه؟ التوتال قد بعضه. لكن البوتنشال في الثلاثه ثابت والاختلاف بيبقى في الكاينتيك فقط. جميل؟ والكاينتيك ده زي ما قلت لك طالما اختلفت يبقى هتسبب ان التوتال يختلف. ايه المطلوب؟ اللي تحت نفس الكلام، في هول هنا قريبه من السطح يعني سهل ان الالكترون يخلع منها او يجي لها، وفي الكترون مربوطه جوه قوي. يعني ايه؟ يعني طاقتها عاليه مربوطه، صعب ان الالكترون يخش لها وصعب ان الالكترون يخرج منها. طاقتها طاقه الالكترون اللي جواها طاقه نشاطه قليله. او بص الطاقه هنا دي طاقه نشاط، يعني طاقه نشاط الالكترون قليله بالتالي طاقه مسك النواه ليه عاليه. خلي بالك من الكلام عشان ما تبقاش حافظ وخلاص. يقول لك اما تنزل تحت الهول طاقتها تعلى. يعني ايه هول طاقتها تعلى؟ يعني ايه؟ يعني طاقه نشاط الالكترون تقل. اهو على الواي اكسس قلت اهو، الواي اكسس شغال مع الالكترونات. فلما اقول لك تحت يبقى الالكترون اللي جوه هنا طاقه نشاطه قليله وبالتالي ممسوك جامد في الذره، او ممسوك جامد في الـ في الـ في الستيت اللي قاعد فيه. حلو. فالستيت دي او الهول مجازا اللي تحت عشان الالكترون اللي فيها يخلع، لو هو فيها الكترون ده عشان يطلع بره محتاج طاقه عاليه قوي لان هو لسه نشاطه قليل. عشان كده بنقول بقى ان ان جنرال الهول كل ما ننزل تحت، بدل ما تقول جنرال بدل ما تقول قصدي هول، قول كل ما ننزل تحت المكان بيبقى ايه؟ ماسك اكتر، بيبقى طاقه المكان عاليه. فالمكان ده اللي هو الهول سواء بقى فيها الكترون ولا ما فيهاش، هول وخلاص. هول باعتبار ما هو كائن او باعتبار ما سيكون لما الالكترون يمشي منها. يبقى المكان اللي جوه ممسوك اكتر يبقى طاقته عاليه، يبقى كل ما نخش جوه يبقى الهول طاقتها اعلى. طب السؤال طاقتها اعلى في ايه؟ في التوتال انرجي او الكاينتيك، ولكن البوتنشال كله سواء، كل دول قد بعض، نفس الكلام اللي فوق. فلو جيت في السؤال قلت لك هول 1 ودي هول 2، مين اعلى في الكاينتيك؟ تقول لي اللي تحت. او اعلى في الطاقه ان جنرال، اعلى في التوتال انرجي. مين اعلى في البوتنشال؟ تقول لي ولا واحد، اثنين قد بعض. مع ان في اختلاف بس اثنين قد بعض، اختلاف في المكان يعني. يبقى هي اندبندنت اوف بوزيشن، بس ده امتى؟ لما يكون مفيش الكتريك فيه. لحد هنا ده اللي انت خدته الدرس اللي فات. ايه الدرس الجديد بقى؟ ايه فين عنوان الدرس؟ الباند بندنج، ان انا هطوي الباند دي، هعوجها، هتنيها، خليها كده، وهتني دي اخليها كده، او اخليها لفوق خليها كده، وخلي الاي في كده، هنتنيهم كلهم. طب ده هيحصل ازاي؟ انت فكر فيها بالراحه والله. دي طاقات وعلى الاكس اكسس بوزيشن، يعني في الكترون هنا والالكترون ممكن يكون موجود هنا. اخلي ازاي دول كلهم التوتال بتاعهم يتني؟ يعني ازاي؟ عايز اخلي الالكترون الاولاني اللي هنا طاقته تفضل زي ما هي او تعلى كمان، واخلي الاخراني اللي هنا طاقته تنزل قوي. صح؟ يبقى انا لما اخلي ده ينزل واللي جنبيه ينزل برده شويه، واللي جنبيه ينزل بس حبه اقل، واللي جنبيه ينزل بس حبه اقل، لحد ما اوصل ان ايه؟ ان رصه الالكترونات بقى بالشكل ده. اعمل ده ازاي؟ ايه الشيء اللي ممكن يخلي الكترون طاقته تعلى؟ خلي اللي هنا يعلى واللي هناك يقل مقارنه باللي في الاول، ويبقى في جراديانت كده. شفت الجمله؟ جراديانت، تدرج. التدريج ده يعمله ازاي بقى؟ هقول لك اللي في كل ده. انت تيجي عند السيمي كوندكتور بتاعك، العلبه بتاعت دي بقى ماتيريال، دي علبه بجد، وتقوم موصل او خليها اصغر شويه، دي حته حته سيمي كوندكتور، تقوم جاي من الطرف ده موصلها بالجرام، من الطرف ده وصلها بالجرام. ايه اللي حصل كده؟ هنا الفي بزيرو
وهنا الفي بزيرو. طب ايه اللي يحصل لاي حاجه جوه السيمي كوندكتور دي؟ هتشتغل وكاني مفيش جهد، ان هو فعلا مفيش جهد مفيش ديفرنس في الجهد. فاهم الفكره؟ ده بزيرو وده بزيرو، توصل للارض في الاثنين، فهتشتغل زي ما احنا بقى ساعه بنشرح، اللي هو ايه بند كده وبند كده، وفي النص بقى تحصل اللي يحصل. فاهم الفكره؟ مستويين يعني افق، يعني الافق ده معناه ان مفيش اي الكتريك فيلد ولا في اي مصدر خارجي. طب اعمل بقى كده، يلا هنخلي دي مش الارض يعني، هنخليها متوصله بمصدر جهد، يعني بطاريه مثلا، خلي في بطاريه يعني. بطاريه بس هنشيلها بقى عشان ايه اعرف يعني. هنا في جهد اسمه في، وهنا متوصله بالارضي فيبقى زيرو، يبقى عشان نخلي الديفرنس بفي، في ناقص زيرو بفي برضه. يبقى كده تطبيق، عملنا عمليه تطبيق او ابلاينج لفولتج ديفرنس، او عملنا فرق جهد. ايه اللي هيترتب على ده بقى؟ هيترتب عليه الاتي، ركز معايا في الكلام. الجهد اللي هنا بقى جهد موجب، بقى عالي، جهد موجب، وبالتالي اللي هناك بقى صفر، يعني مقارنه بالموجب ده يعني سالب، صح كده؟ ما هو السالب والموجب دول حاجات ريلاتيف، حاجات نسبيه، يعني ممكن يكون الاثنين موجب يعني مثلا لو ده 10 بالموجب وده 5 بالموجب، احنا بنطلق في الجهود ان ده موجب بالنسبه لده وده سالب بالنسبه لده، يعني اصغر منه يعني. فالموجب والسالب ده ريلاتيف، حاجه ريلاتيف مع بعضهم يعني. والدليل قول 5 ناقص 10 هيجي لك ايه؟ سالب 5. طب السالب ده جه منين؟ مع ان الاثنين موجب، ما هو احنا بنشتغل بالنسبه، ده نسبه لده. فلما اقول لك ان ده موجب وده صفر، ما تقوليش بقى اذا احط هنا موجب واحط هنا صفر، علامه صفر كده غلط. هي الصفر دي مقارنه بالرقم هنا هتبقى سالب بالنسبه لي، يعني الجهد الاقل، هنا الجهد الاقل وهنا الجهد الاعلى عشان انت حطيت بطاريه. جميل جدا. ايه اللي يحصل للالكترونات اللي جوه؟ افترض ان انا معايا جوه هنا الكترونات وهولز كتيره، هيحصل لهم ايه؟ كل المكان اللي قريب من السالب ده هيتشحن بسالبيه، هيديله سالبيه عاليه، هيخلي جهده سالب، يعني هيخلي جهده ايه؟ سالبيته تعلى. واللي هنا هيخلي جهده يتموجب، ياخد ايه؟ موجب عالي، يخلي الموجب بتاعه يعلى. صح؟ كلام منطقي. الطرف السالب يعلي سالبيه الطرف بتاعه، والطرف الموجب يعلي موجبيه الطرف بتاعه، او الموجب بتاع الطرف بتاعه ناحيته يعني. وبالتالي لو في هنا، هسألك سؤال، لو في هنا الكترون وفي هنا الكترون، قبل ما نحط الموجب والسالب الاثنين ايه؟ سواء، الاثنين نفس البوتنشال. لما نحط بقى عشان تفهم معنى البوتنشال، لما نحط الالكتريك فيلد ده، ايه علاقه الالكترون ده بالالكترون ده دلوقتي في البوتنشال؟ مين فيهم اعلى؟ تقول لي ثانيه، هو الالكترون نفسه سالب، يبقى ده دلوقتي سالبيته اعلى، يبقى الالكترون ده طاقته اعلى لانه خد بوتنشال عالي، خد سالبيه عاليه. فهمت الفكره ايه؟ خد حاجه تقويه، او السالب اللي زيه قواه. انا الطريقه دي بس عشان ابسط لك المعلومه، عشان بس ما تروحش تحكي الكلام ده خلينا بس نبقى مسطوره يعني. يبقى الالكترون ده خد سالب يخليه ايه؟ اعلى في الطاقه، على السالبيه بتاعته. والسالب ده الالكترون ده لا موجب، فالموجب اما قلله. يبقى ايه اللي هنا بقى عالي في الالكترونات وبقى ده اقل في الالكترونات؟ يبقى عملنا اللي احنا عايزينه ولا لا؟ وهو ان بقى عندي الكترون عالي بعدها الكترون اقل لحد ما اوصل لاقل واحد اللي هو جنب الموجب مباشره. يبقى البند مالها بقى لما نيجي نرسم على اسمها ايه؟ الدايجرام او البند دايجرام. البند هتميل، لان زمان كان كلهم قد بعض في البوتنشال فكانت كده، الكترون جنب الكترون جنب الكترون. دلوقتي كل الكترون فيهم نزل، ده نزل شويه وده نزل تحت شويه، نزل تحت ليه؟ لان انا ضفت موجب هنا، الموجب ده كتير، خلي بالك عايز اعرفك. لو هنا الجهد 10 وهنا الجهد 0، انت فاكر ان في النص صفر كله ولا مش موجود حاجه؟ لا، ده 10 بعدها 9، اسمه جراديانت، جراديانت التوزيع على البوزيشن، 8 7، يعني الجهد موجود في كل المنطقه اللي في السكه بس عمال ينقص ينقص ينقص. فعلى حسب مقدار الموجب الموجود، هو الموجب اللي هنا ده 8، هيضعف الالكترون اللي عنده بمقدار 8، بمقدار قوه ال 8 دي. لكن هل هيضعفه زي ال 10 اللي هنا؟ ال 10 هيضعفه اكتر. طب هل هيضعفه زي الزيرو؟ الزيرو مش هيضعفه اصلا، ده الزيرو ده هيديله سالبيه، هيخليه مقارنه بالباقيين وكانه ايه؟ اعلى واحد فيهم في السالبيه. واللي هنا سالبيته معاه تقل 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 بسبب الموجب اللي اتوجد، اللي انا حطيته بالبطاريه. يبقى وصلنا الى النتيجه الاتيه، ان الالكترونات اللي كانت موجوده في الحاله الاولانيه كلها قد بعض البوتنشال، كل واحد فيهم اتموجب شويه فنزل، اتموجب فنزل، اتموجب فنزل. فالمهم ان الناتج النهائي بقى فيه ميلان كده، فيه جراديانت، بقى فيه تدرج، او بنسميه احنا بقى طيب بيندنج. الباند اهي اتطول، كان ده مش هتلاقيه بسهوله، تلاقيه في الورقه او بسهوله يعني، لو فتحت الاستاذ مش هتفهم الكلام ده، مستحيل تفهمه اصلا بالطريقه دي. ببسطها لك قد ما اقدر يعني. طيب يبقى التوتال ايه دلوقتي؟ عندي هنا الانرجي على الراسي، في البوزيشن على الافق، عندنا هنا الكوندكشن باند فوق كانت كده، لا مش هنعملها كده بقى، هنعملها كده. ادي الاي سي، ليه؟ لان ده بوزيشن بيعبر عن الكترون معين موجود في مكان ما. الالكترون ده بقى اعلى في السالبيه من ده، بقى اعلى في الطاقه في البوتنشال من ده، البوتنشال من ده الى اخره، بس مش هيبقى على التوتال انرجي وخلاص. فاهم الفكره؟ لان انت كده كده عارف ان كل ما اطلع فوق الكينيتك زايده اوريدي،
لكن ناقصنا مين؟ البوتنشال هو اللي كان مضايقنا. فقلنا لا هنشتغل على البوتنشال بقى، البوتنشال نفسه بقى فيه جراديان، بقى اللي فوق سالبيته اعلى، اقل اقل، لحد ما نوصل لاقل واحد، ده اللي كان جنب الموجب مباشره. انت الفكره ايه؟ طيب ايه اللي هيحصل للاي في؟ نفس الكلام هتبقى كده اهو. طب مش مقتنع، تعالى اوريك. اطلع فوق اطلع فوق، شايف نفس المثال ده؟ المثال ده بس هنا تبقى هول وهنا هول. ايه اللي يحصل للهولز دي؟ السؤال ايه اللي يحصل للهولز؟ الهول اللي هنا موجبه، فالموجب هيقويها، يبقى دي اعلى حاجه، دي اعلى هولايه موجوده. واللي هناك دي جنبها السالب وهي موجبه، هتقل في الايه؟ في موجبتها، الموجبيه بتاعتها هتقل. ده كلام بالحب على المصطبه، ما تركزش قوي. جميل؟ وهو صح على فكره، يعني خلينا بس نتفق. الموجب اللي هنا زي ما قلت لك عالي في الطاقه، طاقته عاليه، خد موجب من البطاريه كتير، يبقى ده اعلى مكان، يبقى الهول هنا عاليه. يعني ايه؟ كلمه هول عاليه في الطاقه، يعني تحت اكتر. عشان كده اديتك المقدمه اللي فوق، قلت لك الهول كلها بننزل تحت تبقى اقوى، يعني المكان تايتد مع مربوط في الذره اكتر. حلو؟ يبقى الطاقه بتاعت دي عاليه، يبقى هتنزل تحت كهول اكتر. بعدها الطاقه الاقل لحد ما نوصل لاعلى لاقل واحده في الطاقه اللي هي قرب السطح. المكان الهفق ده اللي اي حد يقدر يخلع منه. فهمت الفكره ايه؟ يبقى تلاقي الشكل في الاخر ايه؟ مال كده، هنا اعلى هول عكس مكان فوق، هنا اعلى الكترون. هنا كان اقل الكترون، هنا اقل هول اللي هي الهول اللي اي حد يعرف يخلع منه. كده انت فهمت الليله ماشيه ازاي؟ ده الكترون، ده الكترون، ده هول، في هول. الالكترون ده اعلى الكترون فيهم في الطاقه، ده اقل الكترون في الطاقه، ده اقل هول في الطاقه، دي اعلى هول في الطاقه، يعني اقرب هول لجوه، يعني اصعب هول اقدر اهرب منها. ولكن المستويين ماله؟ التو باندز اتعمل لهم بيندنج. طيب وهكذا بالبديهه، يعني الاي فيرمي اللي هو في حاله الانترنس اللي هو الاي ار ده خليه معانا طول الوقت كده. جميل قوي. حلو. السؤال بقى، مش احنا قلنا بكده اي حاجه نشطه تحاول توصل تفرغ النشاط اللي جواها ده؟ اه. فالالكترون اللي فوق ده نشط، عنده سلبيه كتيره، يسكت؟ لا، يحاول يطرد السلبيه اللي جواه دي، يطرد النشاط اللي جواه، ما السلبيه دي مش حاجه موجوده، ده هي في صوره طاقه. فانت مديله طاقه زايده، هيعمل ايه في الطاقه دي؟ هيقوم طاردها، يطردها في صوره حاجات من احدى الحاجات الاتيه. لا، اما يطردها في صوره ضوء وطاقته تقل، يطلع الزياده اللي عنده في صوره ضوء، فوتون يعني، اهو استنى. فوتون اهو، الفوتون ده نسميه بي اتش كده مثلا. الفوتون ده هيطلع الطاقه الزايده اللي عنده، وهو يحصل له ايه؟ ينزل لمستوى اقل في الطاقه. شفت اكدت عليك ما تقولش بقى يتدحرج ومستوى واحنا واقفين على كوبري، الحاجات دي غلط. هو هيطلق الطاقه الزايده وطاقته تقل على الافق على الواي اكسس، هينزل لمكان طاقته اقل. فبلاش، يعني انا لو قلتها في يوم من الايام وقلت لك يتدحرج ما يتدحرجش دي، فانا بقولها بعد ما باكد عليك ان الشرح الصح كده. طاقته هتقل، دي مش منحدر، ده جراف رب تفهمه. او يطلعها في صوره حراره، مش شرط ضوء، يطلعها في صوره حراره. فلا اما فوتون اللي هو ضوء يعني يطلع بالطاقه الزايده، او حراره. المهم ان الطاقه العاليه دي هتتفرغ ويبدا ينزل لمستوى طاقه اقل. يبقى لما الالكترونات تتحرك كده، شفت انا بقى هبدا في الغلطه، لما الالكترونات تتحرك كده يعني معنى كده انها ماشيه ازاي؟ ماشيه يمين يعني، البوزيشن عمال ايه؟ البوزيتيف اكس، ماشيه في البوزيتيف اكس، مش بص اصل واحد لو فكر يقول الالكترونات ماشيه لتحت، بص بقى غلط. يبقى الكرنت طالع لفوق، فوق فين؟ هو فين فوق وتحت اصلا؟ هو الالكترونات كده هتمشي من بوزيشن ده للبوزيشن ده، يبقى ماشيه في البوزيتيف اكس، يبقى الكرنت بتاعي الاصلي اللي احنا بنشتغل بالتيار التقليدي ماشي في النيجاتيف اكس بس، لا في نازله ولا طالعه. اول سؤال جه في دماغك على فكره والدكتور بيشرح بيقول لك الالكترون، انا ما بسمعهمش قوي بس يعني اللي انا سمعته منه كان بيقول الالكترون هينزل كده، فهو بيبسط لك المعلومه بس انت ممكن ما تاخدش بالك، هو مش عارف ينزل لمستواه مستوانا وانت يعني. فلما اقول لك الالكترون هينزل كده، يبقى المفروض التيار يطلع كده صح؟ غلط. هو ما نزلش كده في البوزيشن، هو اتحرك من تلك النقطة في الطاقة إلى تلك النقطة في الطاقة. إنما على بالنسبة للحركة بقى الحقيقية، اتحرك من البوزيشن ده للبوزيشن ده، يبقى اتحرك في البوزيتيف إكس كإلكترون، يبقى التيار نفسه متحرك فين؟ في النيجاتيف إكس. عكسه اللي هو التيار التقليدي. بس كده. إلغي 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 إلغي. أهو. رجع. حلو. يبقى الإلكترون ده هيتحرك كده، يبقى هيمشي في البوزيتيف إكس، يبقى التيار بتاعه الجي بتاعته الجي ان بتاعت الالكترونات دي هتحرك في النيجاتيف اكس. يبقى لو لقيت اي حاجه مايله بالشكل ده بعد كده ما تحفظهاش، اقعد اعمل القصه اللي حكيناها دي وطلع الناتج في الاخر، طلع النهايه في الاخر. يبقى انا من هنا رايح اما اوريك باند ملويه، باند ملويه تقول لي حلو الالكترونات بقى يحصل لها ايه؟ اه دي في الكوندكشن اولا، تحدد انت شغال على هولز ولا الكترون. فانا شغال على الكترون، يبقى تقول ان اعلى الباند طاقته عاليه، اقل الباند طاقته قليله، يبقى ده هيحاول يوصل لده، يبقى طاقته هتقل. يعني ايه؟ هيتحرك من الحته دي للحته دي، ماشي في البوزيتيف اكس،
يبقى التيار ماشي في النيجاتيف اكس. شوف النتيجه اللي هم بيقولوها لك في كلمه انت لازم تعملها في قصه حوار كبير. كاتب دايما بكتب شورت ستوري قصه قصيره لازم تحكي قصص كده. طيب السؤال لو جالك شكل المنظر ده ثانيه لو جالك البند عامله كده ولا اي فرق بس هي في الكوندكشن يبقى الالكترون اللي هنا اهو في جراف مرسوم اهو ادي الاكس ادي الانرجي ولا اي جديد. الالكترون اللي هنا طاقته طاقه ده اعلى من طاقه ده جميل. يبقى اللي هيحصل هيحاول هو بطاقته العاليه دي يوصل للبوزيشن اللي يخلي له طاقته قليله يبقى يتحرك من هذا البوزيشن اهو الى هذا البوزيشن يبقى يمشي فين في النيجاتيف اكس يبقى تياره يمشي في البوزيتيف اكس. خلاص خلصت. التيار دايما عكس اتجاه الالكترونات احنا شغالين بالتيار التقليدي. فعلى قدر الامكان حاول توصلها لو لقيت اي حاجه انت شاكك فيها قول لي على طول عشان نقدرك الموقف يعني. طب الهولز ولا ايه جديد. الهولز بقى دي هول اعلى في الطاقه دي الهول العاليه فتحاول تفرغ الطاقه اللي عندها في صوره زي ما قلت لك اي صوره من صور تفريغ الطاقه زي الحراره مثلا ولا الى اخره وتوصل انها تكون هول مالها هول طاقتها قليله يبقى هتمشي كده غلط. يعني هتتحرك في الطاقه من البوزيشن ده للبوزيشن ده لكن كمكان قصدي اتحرك في الطاقه من هنا لهنا لكن كبوزيشن اتحرك من اول الاكس اكسس هنا لحد الاكس اكسس هنا ماشيه فين؟ اتجاه النيجاتيف اكس يبقى تيارها اتجاه النيجاتيف اكس برضه. ليه؟ لان في حاله الهولز هي موجبه اساسا فهي الاتجاه التقليدي هي الاتجاه التقليدي الالكترونات بس اللي بنعكس اتجاه التيار بتاعها لان الالكترونات لو اتحرك يمين يبقى تيارها بيتحرك شمال لان كل قوانينها بتشتغل على التيار التقليدي لكن الهولز تيارها زي اتجاهها ما هي الهولز اصلا موجبه هي التيار التقليدي. شفت انا بقول لك فين الدليل تقول له انا الدليل هي دي فاهم الفكره؟ يا رب اكون فهمت او انا اكون فرحت. بص ده كل ده انا كاتبه لك اهو لما هنابلاي جهد خارجي البوتنشال بتاع الكاريرز هيبقى داله في البوزيشن وهنا هيحدث ما يسمى بطي النطاق. كتبت لك قبل ما نطبق الابلايد الكتريك فيلد وبعد ما طبقناه. طب ناقصنا حته بقى مهمه نقولها ركز كده اطلع هنا جميل. المكان الاصلي اللي هو هنا ده كل الكترون فيهم نزل بمقدار كام عشان يوصل للالكترون في الحاله الجديده؟ مش كل الالكترون فوق كان ليه طاقه معينه كان ليه بوتنشال معين نزل بقى ليه بوتنشال جديد صح؟ النازله اللي نزلها دي النقص مقدار كام؟ احنا ملاحظين ان في علاقه يعني في نزول خطي يعني في حاجه بتنزلني هي نفس الحاجه خلي بالك يعني الحاجه اللي نزلت ده هي نزلت ده بس بتدبند على البوزيشن الفكره في حاجه بتحركني اهو. قال لك خلاص بسيطه ايه اللي بينزلني ده؟ قال لك حصل نقص في الطاقه يبقى محتاجين نجيب الطاقه اللي ناقصه بعدين نجيب الاي لوس مثلا يعني عايزين نجيب الاي نقص اللي حصل تسميها اي لوس تسميه برعايه محمد مجدي جميل. النقص ده ايه؟ عباره عن كيو في في صح كده؟ فولتج فولتج اللي انا حطيته سبب ان شحنه البوتنشال بتاعها حصل له تغير يبقى الطاقه اللي هيغيرها ده مقدارها كام؟ كيو في في ده قانون خدته زمان لو ناسي الفي دي كانت كي كيو على ار فاكر؟ اللي هو في كيو المهم يعني هيدي لك في الاخر الانرجي بتساوي كيو في ال في الفي كيو في في جميل. انا نزلت من هنا حصل نقص في مقداري بمقدار كيو في كنت هنا مثلا 10 هنا هبقى 10 ناقص كيو في هينقص مني حته اسمها كيو في جميل. يبقى الحته دي مقدارها كام؟ نيجاتيف كيو في كبروسس هتحصل كطرح لكن كماجنتيود هي مقدارها النازله دي مقدارها كيو في. طب استنى ليه النازله هنا اصغر من النازله هنا؟ اصغر من النازله هناك لو كان البند مكمله يعني ليه الموضوع بيتغير؟ لان الفي بتتغير ما احنا قلنا قبل كده ان الفي بتديبند على ايه؟ على البوزيشن. انا الفي هنا غير هنا غير في المكان ده في الماتيريال انا موصل الموجب هنا والسالب هنا في السكه في اختلاف الموجب عمال يقل والسلبيه تزيد لحد ما اوصل لاعلى سالب او ممكن اقول ان السالب هنا اعلى حاجه عمال السلبيه تقل لحد ما اوصل لاعلى موجب. فانا المكان نفسه الفي فانكشن في الاكس صح كده؟ فعلى حسب مكان الاكس اللي انت موجود فيها على حسب نزلتك هتكون قد ايه؟ هل الالكترون اللي قريب قوي من النيجاتيف هيخسر طاقه زي اللي بعيد قوي عن النيجاتيف؟ لا ده الالكترون اللي قريب من الموجب قوي ده هتخسره جامد هتنزله نزله كبيره. فهمت الرسمه عامله ازاي؟ يبقى انا النقص بتاعي يبقى نيجاتيف كيو في الفي كفانكشن في الاكس. انت فاهم الكلام برضه؟ طيب لو انا بقى كنت وانا فوق طاقتي مع الريفرنس اللي تحت خالص دي اللي هي على الواي اكسس يعني وليكن اسمها اي سي نود مثلا اسمها كده اي سي نود كان رقم ثابت رقم ثابت هو نفس الاي الاي كلها كلهم كانوا ثابتين كلهم كانوا قد بعض كبعد عن الريفرنس. في الحاله الجديده بقت ايه؟ بقت لحد هنا بس
يعني اكني بقول اي نود سي يعني كله ناقص الحته دي ناقص الطرح اللي اتطرح، يبقى اكني بقول ان الطاقه بتاعتي الجديده بتساوي الطاقه بتاعت الطاقه الجديده اهي طاقه نيو بتساوي الطاقه القديمه اللي كانت معايا هي النود مثلا ما تروح منها حته اسمها كيو سي. قال لك ده هنسميه ايه؟ كونستنت. هيكتبوا لك في القانون كونستنت ولا تضايق نفسك معلم كونستنت ايه نود المهم انك تفهم الكونستنت ده هو الرقم اللي انا كنت عنده قبل ما يحصل النقص، فهمت الفكره؟ والطرح منه حته هي اللي ناقصتني اسمها كيو بي. شكرا هو ده القانون. انا بقى اتفرج على الكتابه اهي مقدار النقص او الورك اللي اتبذل ده اللي خلينا نقص اسمه كيو في معرفهولك. هو الشغل اللي لازم نتعليه كل ده كلام ما ياكلش عيش يعني ده اللي انا شرحته فوق وده نفس الكلام اللي انا قلته فوق بالظبط. في الاخر هيتحركوا ويعملوا ده ينزل وده يطلع كل ده قلته لك. في الاخر هيوصل لايه؟ ان الاي سي يعني الجهد بتاعي عند اي نقطه على البند الملويه دي عباره عن الجهد بتاعي وانا لحد الاخر لحد المكان الاصلي ناقص الحته اللي اتشالت الكيو في في كداله في الاكس. بس قصه قصيره هي اللي شرحتها فوق بالتفصيل. طب ايه اللي ناقصنا؟ انك تعرف ان الالكتريك فيلد اللي متطبق ده بيساوي النيجاتيف الديريفاتيف بتاع او الجراديان بتاع الفولتج. ده قانون المفروض انت خدته زمان في الالكتريك فيلد او في الالكترومغنيتيك فيلد كماده يعني. المجال الكهربي ليه علاقه بالفولتج اللي متطبق اللي سبب المجال ده اصلا. اي موجب وسالب اي فولتج في الدنيا بيعمل ما بينهم ايه؟ مجال كهربي. ففي علاقه الف كده قبل ما نبدا في فولتج سبب مجال كهربي في علاقه بينهم. علاقتهم ايه؟ قال لك كل ما زود معدل الفولتج اللي انا بضيفه بالنسبه للاكس بيزيد معايا المجال الكهرباء. بس خلاص بس طبعا في اشاره نيجاتيف لان هم عكس بعض مش عكس بعض في اتجاه لان مش اصلا مش كلهم فيكتور. المهم يعني الالكتريك فيلد بيساوي سالب الجراديانت بتاع الفي. هنا احنا شغالين في وان دايمنشن يبقى سالب مشتقه الفي بالنسبه للاكس او الديريفيتيف بتاعت الفي وذ ريسبكت تو اكس ده الالكتريك فيلد. طب ما الفي هنا احنا قايلين قلنا كيو في الفي بيساوي انرجي يبقى لو انا شغال على الانرجي بتاعت الايه كوندكشن يعني ممكن اقول ان الفي تشال وتحط مكانها اي سي على كيو والكيو دي ممكن تكون سالبه عشان الالكترون يبقى نقول ان الالكتريك فيلد واحد على كيو اشتقينا بقى انت الفي اللي بتشتقها دلوقتي ارجع بتساوي مشتقه قدامها ايه؟ قدامها حاجات كده الحاجات دي هي اي سي على كيو اللي هي الفي يعني الفكره احنا قلنا الاي عباره عن في في كيو يبقى الفي بتساوي اي على كيو فلو هي اي سي يبقى اشتق ده ثابت يطلع بره يطلع هنا بواحد على كيو وده بيتشال كده خلاص يعني مشتقه الاي سي بالنسبه للاكس ممكن تخليها مشتقه الاي في بالنسبه للاكس مشتقه الاي اي بالنسبه للاكس كلهم نفس الاسلوب كلهم نفس الاسلوب لان كلهم جايين من نفس الفولتج ففي الاخر عشان كده طلعوا ايه؟ طلع نفس القانون بالظبط بس حسب اختلاف الاي وبالتالي كلهم من نفس الاسلوب لان كلهم جايين من نفس الالكتريك فيلد وجايين من نفس الفولتج لان الاثنين اصلا ريليتد الفولتج والالكتريك فيلد ريليتد مع بعضهم فكلهم من نفس المين ما ينفعش ابدا تلاقي واحده عامله كده ما ينفعش تلاقي واحده كده وواحده كده غلط لازم كلهم نفس المين مين دول الاي سي والاي في والاي ار طب الاي فيرمي لا ممكن تلاقي الاي فيرمي اصلا ما اتعوضش عادي جدا ده حاجه ثانيه الاي فيرمي لو لقيته ثابت اعرف انت اهو ثابت كده اعرف انت في ثيرمال ايكوليبريم اول ما تلاقي الاي فيرمي ثابت ما اتغيرش ما حصلش فيه اي طي اعرف انت في ثيرمال ايكوليبريم دي قاعده لان احنا قلنا في الخصائص الثيرمال ايكوليبريم ايكوليبريم ان يكون الاي فيرمي كونستنت شرحناها الحلقه اللي فاتت ده التفصيل بتاع الشرح التيار كله مكتوب بقول لك اهو اذا كان الاي فيرمي ثابت فاعلم بان المستوى على مستوى السيمي كوندكتور فانه في حاله ثيرمال ايكوليبريم في مثال صفحه 13 مش عايزين نضيع وقت حل الامثله بقى هجيب لك كله في الاخر ان شاء الله يعني خلينا نكمل شرح كارير ديفيوجن ده الموضوع الاخير باذن الله في الحلقه دي. طيب نيجي في الموضوع الاخير اللي هنشرحه النهارده خلي بالك هو الاخير بس في حته تابعه ليه كده عشان بس لما اقولها لك في الاخر كارير ديفيوجن خلي بالك انت لحد دلوقتي خدت ايه؟ خدت السرعه اللي بيتحرك بيها قبل ما نطبق الكتريك فيلد خدت لما هنطبق الكتريك فيلد على السيمي كوندكتور هيتحرك الالكترونات والهولز ازاي او الكاريرز بشكل عام قال لك هتتحرك باول طريقه لما نحط طبق الكتريك فيلد اسمها الدريفت كرنت وخدت ازاي تحسبه وازاي تجيب الدنسيتي بتاعته يعني قسمنا على الاريا عملنا حوارات كتير قوي يبقى اول نوع من التيار انت خدته اسمه دريفت كرنت لخص الدنيا في مخك تاني نوع من التيار هتاخده بقى هو الكارير ديفيوجن الديفيوجن لما يحصل انتشار للكاريرز ازاي؟ يعني الكاريرز دي هديك مثال لو انت عندك هنا اوضه جميل كده في ناس متكربسه هنا في ناس كتير قوي هنا حلو حاطين هنا 50 كوره فوق بعض
والمكان ده كله فاضي، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه تيجي في دماغك ان يقعوا ويحصل توزيع لحد ما يوصلوا لمرحله ان كله يبقى قد بعض، صح كده؟ يبقى انت دايما لما بيكون في عندك عدم انتظام في التوزيع بيسعى النظام ان يوصل للثبات او لحاله الاستقرار بان هو يعمل ايه؟ ينقل من اللي عنده للي ما عندوش، ينقل من اللي فيه الكثافه عاليه قوي للكثافه القليله عشان يوصل الاخر ان يبقى كله سواء، كله عنده نفس الكثافه. فنفس الكلام هنا، احنا بنقول بقى دلوقتي مفيش كريتي ريفيل ولا اي حاجه، احنا بنتكلم في نظام عادي خالص، ولكن ايه النظام ده بقى؟ ده نظام نون يونيفورملي ديستريبيوتد بالنسبه للكاريرز. يعني الكاريرز متوزعه توزيع غير متكافئ، يعني الحته بتاعت السيمي كوندكتور دي الان الالكترونز اللي فيها هنا مثلا الحته دي الربع ده 10 اس 10 الكتر بالسنتيمتر مكعب، والحته دي لا ده 10 اس 15، الحته دي مختلفه عنهم، فايه اللي يحصل بقى؟ يحصل حركه ما بين المكان العالي والمكان القليل ده. فوليكن ابسط مثال ان يكون مقسوم نصين، النص ده فيه 10 مثلا اس 10 والنص ده فيه 10 اس 18، بص التوزيع هنا اعلى ازاي؟ اعلى جدا، فالالكترونات متكربسه هنا، فلما تفتحهم على بعض ايه اللي يحصل؟ المعلم ده يقوم ناقل الالكترونات ده كده، ينقله الالكترون يعمل فيض لحد ما يوصلوا الاثنين لمرحله وسط، يوصلوا ان الاثنين يبقى فيهم نفس القيمه، يوصلوا لحاله الثبات، حاله الاتزان. طيب يعني ممكن نمثل ده بجراف كده، ومش بجراف، ان هنا في الكترونز كتيره لما تشوف في السلايد، هنا اقل شويه، هنا اقل، هرم شكل هرمي كده، مع كان المكان ده مليان الكترونات كثافته عاليه وده كثافته قليله، يبقى اللي يحصل الانتقال هيبقى في الشكل ده، يحصل انتقال الالكترونات من المكان ده للمكان الاقل، ينقل من اللي مليان للي فاضي. ساعتها بنسمي الانتقال ده مع انتقال يعني حركه الكترونات، واي حركه شحنات او الكترونات اي اجسام مشحونه تتحرك هو ده التيار، هو ده الكرنت، بنسميه الديفيوجن كرنت. خلصنا الكرنت الديفيوجن، كرنت الانتشار، ديفيوجن عن انتشار، زي ما تجيب كده اناء نفس امثله المحاضره دي ميه كلها وتحط فيه نقطه حبر، الحبر معناه ان كثافه الحبر كثيره جدا في نقطه الحبر، اول ما تحطها يبدا الحبر ينتقل من المكان الاعلى في الكثافه اللي هو النقطه للمكان الاقل في كثافه الحبر وهو الماء، بينتشر في الميه كلها. نفس الكلام اللي بيحصل، انت جبت مكان، جبت السيمي كوندكتور العادي خالص وحطيت جواه حاجه مليانه الكترونات كتير قوي، تبدا تنتقل في كل اتجاه بحيث تملى ايه؟ توصل ان الكثافه تتعادل، ان توصل لحاله اليونيفورم ديستريبيوشن. بس هو ده اللي انا قايله في الصفحه دي. او ينشا ما يسمى بانتشار الناقلات او الكاريرز بسبب اختلاف توزيع الكاريرز داخل السيمي كوندكتور، وهو ما يسمى بالكارير كونسنتريشن جراديانتس. جراديانت يعني تدرج، يعني مش كل الاماكن زي بعضها، ده مكان تقيل في التوزيع، مكان قليل في التوزيع، فينتقل من القليل للايه؟ للعادي للقليل، فيسمى الانتقال ده بالكارير ديفيوجن او بانتشار الكارير. وبسبب الرغبه في الوصول لحاله التوزيع المنتظم اليونيفورم ديستريبيوشن للكاريرز، ينتقل التيار او فيض الكاريرز من المنطقه الاعلى في التركيز الى الاقل، وينشا ما يسمى بالديفيوجن كارنت. يبقى انت كده فهمت يعني ايه دريفت كارنت، فهمت يعني ايه ديفيوجن كارنت. سيبك من القوانين والحل والكلام ده هيجي مع الوقت، ولكن الاساس انك تبقى فاهم انت كده فهمت يعني ايه ديفيوجن كارنت. لو حد وقفك دلوقتي سالك يعني ايه ديفيوجن كارنت في السيمي كوندكتور، تقول له السيمي كوندكتور ده لازم أن يكون توزيعه غير منتظم، او انا عملت فيه حاجه خليته غير منتظم التوزيع، يبقى ينتقل من المكان الاعلى في التوزيع للمكان الاقل، ان ده مبدا حياتي، مبدا بديهي جدا ان المكان ينتقل من الاعلى للاقل. طب قيمته كام بقى؟ هنا بقى لازم نخش شويه رياضه بقى. قال لك هشرح لك عشان اثبت لك قانون، انا هنجز معاك الاثبات قوي، مش هطول. هنحتاج مقدمه كده او اساسيات تبقى عارفها، وهي تايلور اكسبانشن او متسلسلات تايلور الاختصاريه اللي بتعملها اختصاري او التوسيع. المهم يعني في الترجمه تايلور ده عمل ايه او العالم ده عمل ايه؟ عمل طريقه بسيطه نقرب بيها قيم الواي اكسس لداله معينه. لو انا عندي داله زي دي مرسومه اهي، وفي نقطه معينه اسمها ايه ونقطه ثانيه اسمها اكس، الاي دي انا عارفها وعارف الميل عندها وعارف الداله عندها بكام، يبقى انا عارف الاي كقيمه وعارف الداله عندها بكام، عارف تقاطعها مع الداله يديني كام على الواي اكسس، وعارف الميل عندها، عارف السلوب، حلو كده؟ عارف الدريفيتيف، ما السلوب هو الدريفيتيف، يبقى كني عارف الاف داش اوف اي، انا عارف الثلاثه دول. طب انا عايز بقى اعرف معلومات زيها بس عند عايز اعرف قيمه الداله بس عند نقطه اخرى، عند اكس مثلا، عند الحته دي. فعايز اعرف انا هقطع الداله عند كام؟ فقال لك انت هتقطع الداله هنا واحنا ما عندناش اي معلومات، ولكن نقدر نجيبها بمعلوميه الحاجات اللي ايه؟ من نقطة المعلومه دي، النقطه المعلومه. فتيلور وكانه عمل انك ازاي تحسب نقطه مجهوله بدلاله نقطه معلومه، بدل ما تكون انت عارف الفانكشن نفسها، قال لك لا ده انا هخليك تجيب نقطه بدلاله نقطه ثانيه. فايه اللي عمله؟ قال لك انا هفترض ان الاكس دي بتطلع تخبط في السلوب ده على الواي اكسس في حته اسمها اف اوف اكس. قال لك ما الفرق بينهم حاجه بسيطه جدا، ما انا الاي هفترض انها قريبه جدا من الاكس، هفترض ان الفرق بينهم الاكس ناقص اي دي او الاي ناقص اكس
بالتنس تو زيرو، انا هفترض الفرق بينهم يكاد يقترب من الصفر، يبقى كده النقطه دي قريبه جدا من النقطه دي، فيبقى الميل التقاطع قصدي مع الداله زي التقاطع مع الميل، الاثنين هيدوني نفس القيمه على الورق، شبه نفس القيمه، عشان كده بنقول ان شرط الداله تكونش متسارعه، يعني ما تكونش عامله كده. الداله المتسارعه دي مش هعرف اطبق فيها الكلام ده، ان هتلاقي ان انت بتفرق معاك الحركه يعني. جميل؟ طيب انا كده معايا اكس بتوديني على اف اوف اكس، والاي بتوديني على اف اوف اي، يبقى بالتالي لو قفلت هنا مثلث قائم الزاويه يبقى الميل بتاع المثلث زي ايه؟ فرق الصادات على فرق السناح، فرق الصادات هي الفرق الافتين دول اف اوف اكس، مش هتبقى تبقى اف اوف اكس ناقص اف اوف اي على فرق السناح او الدلتا في الاكس اللي هي اكس ناقص ايه؟ اكس ناقص ايه؟ ده كده السلوب صح؟ طب ما تساويه بسلوب الميل بالميل بتاع الخط ده او بالسلوب اوف ذا تانجنت لاين ده اللي هو اف شرطه عند الاي، لان انا اعرف قيمه الشكل ده، اعرف الاف شرطه دي. حلو، لما سويناها نقدر نجيب بقى الاف اوف اكس ولا لا؟ اه، لان دلوقتي كله معلوم، دي معلومه دي معلومه دي معلومه، وانا عارف الاكس عايز عندها الاف اوف اكس، يبقى دلوقتي الاكس معلومه وعايز اعرف بقى الاف اوف اكس اجيبها، هي الوحيده المجهوله. هي بتساوي ايه بقى؟ لو حبينا نجيبها في طرف هتساوي اكس ناقص ايه مضروبه في الاف شرطه دي، طلع الاف اوف ايه بره يبقى زائد اف اوف ايه. كل ده عشان اجيب اف اوف اكس بدلاله نقطه اخرى. بس هو ده القانون. طيب انسى بقى عشان هنستخدمه تحت تاني، يعني خليه في مخك دلوقتي هنحتاجه تحت، بس انسى دلوقتي شويه. ايه اللي احنا محتاجين نعمله عشان نجيب قانون الدريفت كارنت، الديفيوجن كارنت؟ كلام بسيط جدا. قال لك عندنا توزيع غير متكافئ، وبالتالي نشا عنه ديفيوجن كارنت، يعني لازم يبقى فيه توزيع غير متكافئ عشان ينشا كارنت بتاع الديفيوجن بتاع الانتشار. فالتوزيع غير المتكافئ ده بيبقى ليه جراف، جراف زي ما انت شايف كده باي شكل، شكل معين يعني. فقال لك انا هعمل اثبات بسيط بناء على الجراف ده. وهو ايه؟ اولا هفرض فاريبل اسمه الجي سمول، الثانيه جي كابيتال اللي هي تيار لكل اريا، لا هنا بفرض جي سمول، هفترض ان هو مش تيار لكل اريا، لا عدد من البارتكلز لكل اريا لكل تايم. طب ما عدد البارتكلز دي على التايم، لو كانت البارتكلز شحنات، شحنات كهربيه، يبقى هي التيار، شحنات على تايم هي التيار. قال لك لا، ما دي نمبر اوف بارتكلز مش نمبر اوف الكترونز، يبقى وكأن نمبر اوف بارتكلز محتاجه تتضرب في كيو عشان تديني الالكترونز العاديه، فاهمني؟ فلو ضربنا الجي دي في كيو، ضربنا طرفين كده، يبقى اكنك وصلت الشكل ده للشكل الاولاني اللي هو الجي العاديه خالص، تيار بير اري، لكن هي مش مضروبه في كيو، يبقى الجي كابيتال بتساوي كيو في الجسم. جميل. التوزيع غير متكافئ، فهنفترض تلات نقط. ليه تلات نقط؟ عشان اي نقطه احنا لقينا بالتجربه كده انها تتاثر بالنقطتين اللي جنبها، اليمين والشمال. كل نقطة بتأثر باللي جنبها يمين وشمال، فهناخد نقطة مركزية كده محورية ونشوف تأثرها باليمين بتاعها والشمال بتاعها. قال لك لو أنت عندك المكان ده فيه تركيز عالي، فالتركيز العالي ده هيعمل إيه؟ هيمشي حبة منه كده، حبة منه كده. صح كده؟ وده لو تركيزه منخفض هيجي له حبة كده وحبة كده، أو ممكن نقول مجازا يعني إن هو هينقل نقصانه ده يمين وشمال. هينقل حبة إلكترونات يمين وشمال. صح؟ يبقى في النص ده بيتأثر بإيه؟ في نص التوتال التأثير جاي له نصايه، نص التأثير بتاع اللي على الشمال ونص التأثير بتاع اللي على اليمين. حلو جدا. طيب مين بقى أصلا قيمة ده وقيمة ده عشان نجمع التأثير ويبقى جبنا توتال نقل الإلكترونات بالنسبة للوسطاني ده؟ عايزين توتال الديفيوجن كارنت عنده بكام؟ يبقى هنجيب الأول توتال الجي أي دي، الجي أي دي أو الجي سمول دي قصدي تحمل جواها الأي. فخلينا نشتغل على الجي دلوقتي عشان هي أسهل في الحسابات. الإن اللي هي الجراف بتاعها مرسوم اللي هي التوزيع عباره عن عدد الالكترونز لكل وحده حجوم. يبقى لو انا عايز العدد اضرب في وحده الحجوم، اضرب الان في وحده الحجوم. يبقى ان اوف ذا فانكشن اوف سالب ال اللي هي عند اللحظه دي يعني مضروبه في ايه؟ في الفوليوم اللي هو اريا في الطول ايه بتاع المقطع اللي معدي منه في ال المسار اللي مشيته مقسوم على الاريا مقسوم على التايم. ده تعريف الجي اصلا مقسوم على التايم عشان يبقى عدد البارتكلز على التايم يدينا التيار، بس لو هي كيو مش كده محتاجه تتضرب في كيو عشان نجيب الجي كابيتال. ومقسوم على الاريا عشان دي ايه؟ دنسيتي. طب ليه في اتنين تحت؟ عشان نص. نص ليه؟ ان احنا واخدين النص اللي جاي لي انا بس، انا بدرس النقطه اللي في النص دي، بدرس النقطه المركزيه. فانا جاي لي من الناحيه دي النص طايق نص بس، النص الثاني انتشر في مكان اخر. ونفس الكلام اللي فوق هاخد نص اللي هيطلع، نص الكثافه اللي هتجي لي. يبقى دي طلع لي منها النص بس، النص في الان في الفي ثيرمال، لان الاي هتروح مع الاي وتفضل ال على التايم اللي هي سرعه. سرعه مين؟ سرعه ثيرمال، لان مفيش اصلا الكتريك فيلد في المساله دي خالص. احنا هنتكلم على اختلاف توزيع هو اللي سبب التيار، مفيش دريفت لسه. يبقى نص ان في الفي ثيرمال، والثانيه بنفس الطريقه نص ان في الفي ثيرمال، بس بقى الان هنا او في ال اللي هي على الطرف اللي هنا ده جاي لي منها نص، ودي كان جاي لي منها نص، او ادي النص الاولاني ادي النص الثاني.
يبقى التوتال عند اللي في السنتر الاثنين عكس بعض في اتجاه، يبقى تروح بس كده خلاص تروحهم من بعض، خد النص في ثيرمال كومن فاكتور، تطلع لك ان ناقص ان. طب احنا ما نعرفش ان دي ولا نعرف ان دي، بس نقدر نجيب حاجه نريليت الاثنين مع النقطه المركزيه. نريليتها ازاي؟ باستخدام تايلور اكسبانشن، او الطريقه اللي احنا خدناها من شويه بتاعت تايلور. بعد ما عملنا الريليشن دي تلاقيني جبت الميل اهو، النقطه النهائيه ناقص الابتدائيه كارتفاع على الاكس بتاع النهائيه ناقص الاكس الابتدائيه اهو على 0 ناقص ناقص ال، كله بيساوي ايه؟ بيساوي الميل في الاخر اللي هو دي ان باي دي اكس. جبناها للنقطتين للان اوف سالب ال والان اوف ال، طلع الاولانيه طلعت بالشكل ده والثانيه طلعت بالشكل ده، عوضنا بيهم في المعادله اللي هي توتال الجي اللي هي نص في ثيرمال في الان ناقص الان، لما حطينا مكان الان والان بقى قيمتهم طرح كلهم في بعض في الاخر طلع الجي سمول بتساوي سالب في ثيرمال في ال في دي ان باي دي اكس. دي جت منين؟ جت بالاثبات، الاثبات الرياضي المحض. حلو كده، بس في سالب في القانون ركز فيه. حلو، يبقى الجي كابيتال اضرب ده كله في كيو، يبقى اضرب ده كله في كيو. بس بما ان انا عايز اجيب الجي الكابيتال الديفيوجن اللي هي انتقاليه التيار بالانتشار لكل وحده اريا زي ما قلت لك تعرفها، بس عايز اجيبها في حاله الالكترونات، يبقى تحط شحنه بالسالب كيو. يبقى لو حطينا سالب كيو في كل اللي فوق ده هيديني ايه؟ سالب مع سالب بموجب، يبقى كيو في في ثيرمال في ال في دي ان باي دي اكس. يبقى ده كله على بعضه هو الجي ديفيوجن بس في حاله الالكترون مش كده بالموجب، لان كان في سالب بتاع الالكترون راح مع سالب القانون فاداني الشكل ده كيو في في ثيرمال في ال في دي ان باي دي اكس. قال لك الفي ثيرمال على ال دي احنا عارفين هنسميها ديفيوسيفيتي او اللي هي الانتشاريه، محايه من الانتشار، حاجه بتعبر عن قد ايه انا سهل انتشر، قد ايه نقطه الحبر سهل تنتشر في الميه، يبقى قد ايه الالكترونات دي سهل تنجرف او تنتشر في بقيه الماتيريال، فبنسميها في ثيرمال في ال. جميل، دي بنسميها ديفيوسيفيتي. طب لو عايز اكتب نفس القانون ده بس للهول مش للالكترون، احط في القانون ده بالظبط كده بس هضربه في كيو من غير سالب، لان الكيو بتاعت الهول موجبه، فيبقى القانون بتاع الهول هو اللي فيه سالب. ليه؟ لان السالب ده ما اتكنسلش. فهمت الفكره ايه؟ يبقى لما تجيب الجي ديفيوجن، الجي ديفيوجن حاله الالكترون بتحط سالب كيو فبتكنسل سالب القانون، لكن لما تجيبها في حاله الهول هتحط كيو واحده بس فمش هتكنسل سالب القانون ولا حاجه، خليه موجود. وفي حالتين تبقى عارف ان في حاجه اسمها الديفيوسيفيتي بتساوي في ثيرمال في ال، كل ده في فورمولا شيت، بس ازاي تعرف تروح له؟ هي دي المهاره بتاعتك. طب تطبيق عليها بقى، لو انا عندي كومه الكترونات كده بالمنظر ده، هنا تركيزها عالي هنا تركيزها اقل اقل، في جراديانت يعني، يبقى الانتقال الالكترون هيبقى هيفلو كده، هيحصل هيقعوا الفلو هيحصل فلوينج، يبقى بالتالي بما ان الالكترونات ماشيه شمال يبقى التيار بتاعها ماشي يمين، الجي بتاعتها ماشيه يمين، الجي ان ماشيه يمين. طب لو هنا شويه هولز بنفس الشكل، الهولز هتمشي كده والتيار هيمشي في نفس اتجاهها، لان اتجاه التيار هو نفس اتجاه الهولز لانها موجبه. طب القانون بتاعها الجي بتاعت دي السالب بتاع الشحنه كنسل سالب القانون، فاتفضل كيو في الدي ان اللي هي في ثيرمال في ال، اوعى تنساها، ولميناهم على بعض كده وسميناهم دي ان، في دي ان باي دي اكس، في الجرادنت بتاع التوزيع، في نسبه التوزيع، معدل التوزيع، سميه زي ما تسميه. طب الجي في حاله البي اللي هي الهولز بيبقى السالب ما اتكنسلش بتاع القانون، لان انا حاطط الشحنه موجبه اصلا، هي سالب كيو في الدي بي اللي هي في ثيرمال في ال في دي بي دي اكس في توزيع الهولز. طب التوتال كارنت اجمع ايه بقى؟ على حسب، ثانيه، التوتال كارنت امتى؟ قال لك ده لو انت حاطط الكتريك فيه وفي نفس الوقت التوزيع غير متكافئ، يبقى هينشا اثنين من الكارنت، كارنت على الدريفت اللي بينشا من الالكتريك فيلد اللي شرحناه في اول حلقه، والكارنت بتاع الديفيوجن اللي احنا لسه شرحناه دلوقتي ناتج من اختلاف التوزيع. يبقى توتال الكارنت بتاع الهولز هيبقى الكارنت على الهول اللي جاي من الدريفت، او توتال انجراف الكارنت، الكارنت بتاع الانجراف وكارنت بتاع الانتشار، اجمعهم على بعض جاب لك توتال كارنت الهولز، يعني قد ايه هولز بتتحرك ككارنت يعني، او الشكل بتاعك قدامك. عوضنا بقانون الدريفت، عوضنا بقانون الديفيوجن بس بالسالب، لان القانون بتاع الهول في الديفيوجن بالسالب، لان السالب بتاع القانون ما كانش زي ما قلت لك. طب وبتاع الالكترونز، توتال الالكترون اللي جايه كتيار من الدريفت واللي جايه من الديفيوجن، ده في حاله ان في الكتريك فيلد، يبقى ادي قانون الدريفت عوضنا بيه، وادي قانون الديفيوجن عوضنا بيه اللي لسه جايبينه، ده اللي جبناه في اول الحلقه، ده اللي لسه جايبينه دلوقتي. الكلام كله مرصوص بقى، بس انت فهمت كل واحد منهم ازاي. طب توتال الكرنت ان جنرال، اجمع بقى كرنت التوتال كرنت الهولز مع توتال كرنت الالكترونز يديلك توتال كرنت ان جنرال. اخر حاجه تاخدها وهي الاينشتاين ريليشن، ده اخر حاجه في البارت، في الحته دي من الحلقه، ان ده نص البارت، البارت لسه فاضل له نص كمان. الفكره؟ الاينشتاين ريليشن، علاقه كده حطها اينشتاين عشان نربط بين العلاقه، قال لك ما قال لك ركز معايا كده، اللي هو مش في موبيليتي تعبر عن مدى انتشار الحاجه لما يكون في الكتريك فيلد، قال لك وفي ديفيوسيفيتي تعبر عن مدى انتشار، عن قابليه الحاجه للانتشار لما يكون في اختلاف في التوزيع، قال لك يبقى اكيد في علاقه بينهم، الكلام بسيط، يبقى اكيد في علاقه بينهم.
يعني هما الاثنين معامل انتشار، بس واحده وانت في الكتريك فيلد وواحده وانا في اختلاف في التوزيع. طب يبقى اكيد في حاجه بتربطهم، لان اكيد في شيء في نفس الماده بيأثر على الاثنين، اكيد هي خاصيه مميزه لكل ماده محتاج يكون في تاثير على في علاقه في ريليشن بين الاثنين. جاب الريليشن دي ازاي؟ قال لك سهله، نرجع للاصل، قانون كاينتيك بيساوي كاينتيك. اول حلقه خالص نص ام في سكوير في ثيرمال شغالين في 3 دايمنشن بتساوي 3 على 2 كي تي. لما قلت لك ساعتها ان انت لو شغال على 3 دايمنشن يبقى الفي دي في في الثلاثه دايمنشنز يبقى تحط هنا 3. طب لو في في 1 دايركشن او 1 دايمنشن يبقى تحطها بالدايمنشن بتاعك وتحط هنا 1 فقط، ان ده اصلا 3 عشان هم 3 دايمنشن، لكن احنا شغالين في 1 دايمنشن حط 1. يبقى نص ام في سكوير بس الفي دي في اتجاه الاكس بتساوي نص كي تي. كنسل النص مع النص، هات الفي ثيرمال سكوير في طرف هتساوي كي تي على ام، اعرفها بقى على جنب كده. جميل. والميو كاب بتساوي ايه؟ الموبيلتي اللي احنا عايزين نربطها مع الدي ان. هنكتب قانون الميو ونكتب قانون ان الدي ان ونربطهم ببعض. يعني نجيب قانون الديفيوسيفيتي وقانون الموبيلتي وهو عايز يربطهم ببعض اينشتاين. فكر زي ما انت هتعمل دلوقتي كده. جاب قانون الميو وجاب قانون الدي. قانون الميو عباره عن ايه؟ كيو تي على ام. جبناه في اول حلقه خالص. كيو تي على ام. من قانون اسمه ايه؟ قانون نيوتن. سيجما الفورس اللي بتأثر على الالكترون بتساوي الام في العجله. العجله في في ثيرمال على التايم يبقى ام في ثيرمال على التايم بتساوي سيجما الفورسز يعني كيو في الكتريك فيلد. فاهمني؟ يبقى الميو بتساوي كيو تي على ام. جميل. والدي بتساوي لسه جايبينها في ثيرمال في ال، انا ساعه جايبينها فوق. قال لك هنلعب شويه فيها بقى، اضرب فوق وتحت في تي وخد تي هي منهم مع ال تدي لك في ثيرمال ثانيه، في ثيرمال وفي ثيرمال في ثيرمال سكوير في التي. في ثيرمال سكوير في التي. والفي ثيرمال انا لسه جايبها فوق بكام؟ لما جبتها من هنا بكي تي على ام، شيل الفي ثيرمال دي وحط الكي تي على ام في التي اللي هي موجوده اصلا اللي انت ضربت فيها وقسمت عليها دي. واضرب فوق وتحت في كيو، ضربنا فوق وتحت في كيو ليه؟ عشان اخد كيو في تي على ام بالموبيليتي. خلاص وصلنا ان الموبيليتي اتحطت في نفس السطر مع الدي. اقسم عليها يبقى الدي على الام الديفيوسيفيتي على الموبيليتي بيساوي كي تي على كيو، وهو ده القانون اللي تحفظه موجود في الفورمولا شيت واسمه اينشتاين ريليشن. اينشتاين بالالماني على فكره، يعني هي اينشتاين بالانجلش. الالماني اينشتاين حتى كان بيترول على الراجل كده كان اينشتاين يعني استون حجر. اين يعني واحد وشتاين يعني حجر. لما يعني تقول يوجد احجار كثيره ده جبت سفير شتاين او يوجد احجار كثيره جمعها شتاين يعني، لكن هو اينشتاين هو حجر واحد. طبعا ده بالالماني. ان الانجليش هو اينشتاين. جميل. يبقى دي على ايه؟ على ميو بيساوي كي تي على كيو. الكي ثابته فولتز مان كونستنت، الكيو ثابته شحنه الالكترون او الهول، الاثنين نفس القيمه بس فرق سالب. لكن التي ايه بتتغير؟ طب عند نفس التي ممكن نقول ان الدي بتتناسب طرديا مع الميو، الاثنين بيبقوا علاقه خطيه علاقه مباشره يعني. ده عن ات جيفن تي. وبالمثل للهولز ممكن تكتب نفس المعادله دي للهولز، هي بالظبط. يبقى دي ان على ميو ان دي بي دي بي بقى على الميو بي بيساوي كي تي على كيو، بس الكيو بتاعت الهول. شكرا. ات تي بيساوي كونستنت، هيكون الدي على الميو بيساوي كونستنت. كده خلصنا من غير اي حل. طبعا حل فيه حماده ثانيه خالص لما تروح تجرب تحل بيه ده، هتلاقي على فكره الاسئله مش صعبه، بس يعني مش صعبه لما اقولها لك او لما حد يقولها لك، لكن صعبه لو انت دخلت عليها بنفسك. لكن دلوقتي انا اضمن لك انك فهمت السلايدز لحد تلك اللحظه اللي هي فين. انزل دخلنا لحد فين؟ لحد هنا كشرح. لحد سلايد 17 اللي هو بالحل اللي فاضل ده بديك مثالين ثلاثه لحد سلايد 21 بالامثال. الباقي لسه فاضل حوالي 20 19 سلايد. ما انت فهمت نص السلايد كفهم، انا فهمت اللي فيها وخلاص. لكن الامثله اللي زي كده لا، دي بس شرح. الامثله فين؟ فين الامثله؟ المثال ده لسه ما شرحتهولكش، وامكان تعرف تحله لوحدك. والمثال ده لسه ما شرحتهولكش وممكن تحله لوحدك، بس مش اكيد يعني، محتاجين شرح بالتفصيل. فخليهم بقى في حلقه ثانيه ان شاء الله ونكمل مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.